اهلا وسهلا مرحبا مشاهدي قناه حنا بعد في كل مكان على سلامتكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كالعاده موعد نهايه الاسبوع كل جمعه من توا حتى الثمانيه نتاع الليل، الموعد اللي نرجع فيه بالقراءه والتحليل على اخر مستجدات الوضع في بلادنا. ازمه التحوير الوزاري ما زالت تراوح مكانها، كل نهار ربما يزيد يمر نزيدوا نحسوا على الاقل من خلال تمسك كل طرف بموقفه، تمسك كل طرف وانه ما قام به هو في إطار صلاحياته الدستورية. اليوم تراوح الأزمة بتاع التحوير الوزاري مكانها. بعد قليل سنعود على آخر تصريحات سيد رئيس الحكومة هشام مشيش اليوم الصباح، وقت اللي سئل هل ستقدم استقالتك هشام المشيشي أجاب. بعد شوي نطلع على إجابة السيد رئيس الحكومة. في المقابل أيضا تكون حاضرة بعد شوية معنا من نقطة خارجية زميلة فاطمة العبدلي. امبارح في الليل سيد رئيس الحكومة قام بزيارة لمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في زيارة للدكاترة المعطلين عن العمل، الدكاترة اللي يخوضوا في إضراب جوع واعتصامهم توا أشهر وأشهر، وللأسف توفى واحد منهم متأثر بإضراب الجوع الأسبوع المنقضي. النقطة الخارجية نتعرفوا بعد شوية من خلالها على المفاهمة ربما والوعود التي تقدم بها سيد رئيس الحكومة البارح وقت اللي أشرف على اللقاء مع وفد ممثل للدكاترة الباحثين الجامعين. سعيدة جدا باستقبال ثلة من الضيوف اللي يشاركوني الحوار ليلة ويقرأوا معنا الأحداث. سعيدة جدا باستقبال النائب عضو الكتلة الوطنية وأيضا رئيس لجنة الصحة بالبرلمان النائب عياش الزميل. مرحبا سي العيش. شكرا شكرا على الدعوة وتحية كل المشاهدين. شكرا. القيادي ومستشار رئيس حركة النهضة الأستاذ سامي الطريقي. مرحبا سامي. مرحبا بك كمان. شكرا. معنا أيضا الإعلامي المحلل السياسي الأستاذ صلاح الدين الجورشي. مرحبا سي صلاح. أهلا وسهلا. في انتظار أنه يلتحق بنا المدير العام الأسبق لمعهد الدراسات الاستراتيجية الأستاذ الجامعي طارق الكحلاوي. إذا كان الركاب حاضرة نمشيو في تقرير نرجعوا فيه على آخر مستجدات الوضع في بلادنا في علاقة بالأسبوع، الأسبوع اللي كان حافل ربما بالأحداث. نشوفوا التقرير من عدد الزميلة فاطمة العبدلي وراجعين الحوار. نستهل أبرز أحداث هذا الأسبوع بتواصل الأزمة الدستورية، حيث أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بقصر قرطاج بعدد من النواب أن حل أزمة التحوير الوزاري يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل وفق تصريحه. واعتبر رئيس الجمهورية أن التحوير الوزاري الأخير تشوبه العديد من الخروقات، وهي بالخصوص عدم ارتقاء النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلى قانون. كما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال لقائه بثلة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق بقصر الحكومة بالقصبة للاستنارة بآرائهم بخصوص أزمة التحوير الوزاري الأخيرة، أن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسساتي. وأفاد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظة إثر اللقاء بأن أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد هي بالأساس مسألة سياسية وتحتاج إلى حلول سياسية والقبول بالتفاوض. أكدنا على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء والمواقف، لأن هنالك أكثر من موقف في علاقة بهذا التحوير. أكدنا كذلك على أن الأزمة سياسية وتحتاج إلى حلول سياسية بالإضافة إلى الحلول القانونية في إطار الدستور. كما اقترح أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني إنشاء هيئة تحكيمية للفصل في الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة بخصوص التحوير الوزاري الأخير بعد رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء لأداء اليمين الدستورية. وعلق رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في تصريح إعلامي بأن البرلمان قام بواجبه، حيث طلب منه استفتاء النواب حول إعطاء الثقة من عدم للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري، فتم منح الثقة بأغلبية كبيرة، موضحا أن الدستور يفرض على رئيس الجمهورية تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدستورية للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان. هذا وكان القضاء الإداري الاستشاري قد تلقى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين للأحد عشر وزيرا المزكين من مجلس نواب الشعب. وأكد المتحدث الرسمي باسم
باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الإشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال طبقا لوظيفتها الاستشارية. وفي تطاوين منعت وحدات الجيش الوطني التي انتشرت حول محطة الذخر رقم 4 بمنطقة الكامورة نفطية وعلى الطريق المؤدية إليها مساء أمس أعضاء تنسيقية اعتصام الكامورة ومجموعة من الشباب المحتجين من دخول المحطة وغلقها. وأتى تهديد المحتجين بغلق محطة الذخر الكامور مثلما أعلنوا عن ذلك في وقت سابق على خلفية ما اعتبروه عدم احترام الحكومة لالتزاماتها إزاء شباب الجهة وعدم تنفيذ قرارات رئيس الحكومة الصادرة إثر المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 نوفمبر الماضي في آجالها التي حددها الوفد الحكومي المجتمعي الأسبوع الماضي في تطاوين بالوفد الجهوي. وفي الشأن الصحي أكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح الهاشمي الوزيرة أن العالم بأسره يشهد تقلصا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بما في ذلك تونس التي شهدت انخفاضا نسبيا في عدد الوفيات والإصابات. كما أوصت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا إثر اجتماعها بمواصلة العمل بالإجراءات نفسها المتخذة للحد من انتشار الفيروس من يوم 15 فبراير إلى غاية يوم 7 مارس المقبل. واقتصاديا كشفت وزارة الاقتصاد والمالية والدعم الاستثمار أن 14 مؤسسة بنكية ساهمت في تعبئة قرض مجمع بالعملة بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار أمريكي. وأضافت الوزارة في بلاغ لها إن هذا القرض الذي يندرج في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 تتوزع إلى 150 مليون دولار و260 مليون أورو. إذن نلتحق بنا المدير العام الأسبق لمعهد الدراسات الاستراتيجية والأستاذ الجامعي طارق تحليبي. مرحبا طارق. مرحبا إيمان. شكرا على قبول الدعوة. خلينا نرجع من المستجدات اللي صارت في هذا الأسبوع، لقاء السيد رئيس الحكومة بثلة من أساتذة القانون الدستوري، أيضا في الأثناء المراسلة اللي بعثها هشام مشيشي المحكمة الإدارية باش يستشيرها، وجاي رد المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص. وبعد نرجع بالضبط كيفاش تقرا ربما رد المحكمة الإدارية. في المقابل فهم بعض الأخبار اللي تأكد بأنه أيضا سيد رئيس الحكومة توجه باستشارة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع الدستورية القوانين اللي باش تجتمع في غضون الأسبوع المقبل وتعطي الاستشارة متاعها. كيف الأنشطة لم تتوقف فقط على رئيس الحكومة، في المقابل رئيس الجمهورية وجه دعوة إلى ثلة من النواب التمثيلية متاع النواب اللي كانوا حاضرين، أثارت جدل واسع. الكتلة الوطنية كانت حاضرة في لقاء السيد رئيس الجمهورية عايش زمان؟ لا مع الأسف يعني ما كانش حاضرة، وإحنا الحقيقة ما فهموش على أي أساس السيد رئيس الجمهورية يعمل الفرز ذي حتى ما بين النواب. وإحنا الحقيقة معناها عنا لوم بكل لطف على رئاسة الجمهورية، لأنه الحقيقة ما تمش حتى معايير واضحة اليوم علاش حتى السيد حاتم المليكي كان موجود في الكتلة الوطنية. يعني معناها ما فماش علاش الحقيقة فما الفرز هذايا، واليوم احنا في هالجو هذايا. ولا حاتم المليكي مشى كمستقل، إيه ما هو استقبل زوز عن المستقلين خالد قيسومة وحاتم المليكي، والاثنين كانوا في الكتلة الوطنية وكانوا في قلب تونس يعني وما استدعاش لا قلب تونس ولا الكتلة الوطنية. ما فهمناش حقيقة شنو هي المعايير اللي اعتمدها. لا هو مش استدعاش قلب تونس والكتلة الوطنية، هو الأطراف اللي تم استثنائها، الدستوري الحر، ائتلاف الكرامة، كتلة الإصلاح، الكتلة الوطنية وكتلة المستقبل، يعني كانوا موجودين. ما نعرفش أنا حتى زوز نواب اللي أنا كان لي حديث قبيلة حتى مع النائب حاتم المليكي اللي يقول الدعوة جت شخصية، بمعنى وأنه مش ممثلين عن المستقلين، خاطر نعرفوا فما عدد النواب في البرلمان عدد اللي يستهم به النواب مستقلين تحت قبة البرلمان. كتلة المستقبل تحلت ما عادش موجودة تو كتلة المستقبل. على كل حال احنا الأخبار اللي عنا وتناقشنا حتى مع تبادلنا الحديث مع النواب اللي زاروا السيد الرئيس أنه ربما ثم استدعاء جديد الأسبوع القادم مش يوجه النواب آخرين. السيد الرئيس احنا ماذا بينا هو يكون جامع ويعني والنواب يمثلوا الشعب، والسيد الرئيس ماذا بيه يستدعى الناس الكل ويسمع الاطراف الكل. على خاطر اليوم نشوفوا حقيقه المشهد المتازم الموجود اليوم، ونشوفوا في المبارزه كما كنت تذكر عن بعد ما بين رئاسه الحكومه وهو يستشير في الخبراء الدستور وكذلك يحتكم للمحكمه الاداريه، ونشوفوا السيد رئيس الجمهوريه كيفاش هو معناها يستدعى النواب. يعني الحقيقه ما فما نقطه التقاء اشترك فيها السيد هشام مشيشي والسيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد، وانه كل طرف
استدعى الناس اللي يحبهم يقولوا له شنو يحب يسمع، بمعنى وانه هشام مشيشي استدعى اساتذه القانون الدستوري اللي باش يقولوا له شنو يحب يسمع، السيد رئيس الجمهوريه استدعى النواب اللي يحبهم يقولوا له شنو يحب يسمع. في الاثناء الازمه الاقتصاديه تختنق اكثر فاكثر، الازمه الاجتماعيه كيف الازمه الصحيه هاكم قاعدين تشوفوا، يعني اليوم ماذا بينا السيد رئيس الجمهوريه يقدم المصلحه التونسيه قبل اي مصلحه اخرى، وكذلك السيد رئيس الحكومه وحتى النواب وحتى البرلمانيين والسيد رئيس مجلس النواب، ماذا بينا الناس الكل يعني يحتكموا للحوار، ما عندنا حتى حل اليوم، ماذا بينا كل واحد يطيح من روحه شوي، ماهوش ما يستنقص من حتى شخص، فقط يقدم مصلحة تونس، هذا المطلوب من الجميع اليوم باش نتجاوزوا الأزمة الدستورية هذه. امبارح الكتلة الوطنية هي اليوم من بين الحزام المكون، الحزام البرلماني الداعم لحكومة السيد هشام مشيشي، عايش زمان، بمعنى وأنه تقول كل واحد يتنازل لمصلحة البلاد، ولكن اليوم الأزمة بتاع التحوير الوزاري سيد النائب داخلة في أصبوح الرابع، باش نعملوا شهر اليوم على أزمة ما فهمناش كيفاش ماشية وتكبر وخذات الحجم لأكثر من اللي تستحقه، بمعنى وأنه اليوم كل نهار يزيد، كل نهار كل طرف يخرج يأكد لنا وأنه اللي قام به هو في كنف صلاحياته في كنف الدستور، وكل منهم ماضي قدما في اللي خذاه في القرار اللي خذاه. بل أكثر من هذا، ربما اليوم الحزام البرلماني للسيد رئيس الحكومة هشام مشيشي يتهم وكأنه يدفع بالسيد هشام مشيشي للذهاب في صدام مع السيد رئيس الحكومة، ما كنتش قاعدين تعقلوا فيه؟ لا مش صحيح، احنا البارح كان فما اجتماع ما بين رؤساء الكتل البرلمانية اللي صوتت للحكومة وصار حوار مع السيد رئيس الحكومة، والناس كل تلو تحب تلوج على مخرج، لأنه الصدام اليوم ماهوش في مصلحة أي شخص، لا في مصلحة رئيس الحكومة لا في مصلحة رئيس مجلس النواب، وخاصة مش في مصلحة التوانسة. اليوم مش يضر بين الناس الكل، قاعدين نوخروا، قاعدين معناها الأزمة متاعنا قاعدة تتفاقم، لذلك احنا دعينا للتعقل، دعينا السيد هشام مشيشي باش يتحاور مع السيد رئيس الجمهورية، لازم الناس الكل يمدوا يديهم لبعضهم، ما عندنا حتى حل باش نتجاوزوا الأزمة ذي. شفنا كان الحوار بين السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية، يعني اليوم شفنا السيناريوهات الكل، شفنا أساتذة القانون الدستوري كل واحد كيفاش يأول في الدستور. يعني اليوم الحل الجذري هو البرلمان لابد أن يسارع بإحداث المحكمة الدستورية. اليوم المشاكل قاعدين نشوفوا فيها اليوم الكل هي غياب المحكمة الدستورية، وكانت تذكروا بداية هكا الاحتقان ما بين السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس الجمهورية، هو التنازع في الصلاحيات ما بين وقت قلنا الدبلوماسية البرلمانية، والسيد رئيس الجمهورية قال لي هذه مش من صلاحيات البرلمان، ولا العكس بالعكس. يعني اليوم لابد البرلمان يقوم بواجبه في الأسرع في أحداث المحكمة الدستورية، وإحنا إن شاء الله نهار الاثنين في خلية الأزمة اللي أنا عضو منها بصفتي رئيس لجنة الصحة سنتباحث هذا الموضوع باش نعديه القانون يعني اللي متاع المحكمة الدستورية نشوفه تنقيح. فما حديث على التنقيح، نرجعوا بعد على دور البرلمان في حل هذه الأزمة، خاطر يظهر يمكن بعيد شوية ولكن هو اليوم معناها هو في قلب الأزمة، بل فما حتى شكون يقول لك هي اليوم حرب بالوكالة، حرب بالمعنى السياسي بالوكالة بين البرلمان ورئيسه وقصر كارتاج، ونقول في الوسط هو هشام مشيشي، حتى واحد ما نجم يتنصر من الأزمة، الكل مسؤولين. نرجعوا بعد على الحل كيفاش نجم يكون على ايديكم. سمي طريقي، أسبوع كان حافل، أسبوع كان بدا بتوجيه رئاسة الحكومة استشارة إلى المحكمة الإدارية، الإجابة جات البارح على لسان ربما من المحكمة الإدارية، في نفس النهار رئيس الحكومة يقابل مجموعة من أساتذة القانون الدستوري في قصر كارتاج، كان فما اللقاء بين السيد رئيس الجمهورية ومجموعة من النواب، كيف من غدوة يبادر السيد رئيس الحكومة بإرسال رسالة ثانية ومكتوب ثاني للسيد رئيس الجمهورية يقول له أعطيني الأسماء اللي عندك عليهم احتراز، وفي المقابل الرجاء بالتفضل بالتسريع في دعوة اللي ما عندكش عليهم اعتراض، ولكن لليوم نستناه ربما في معناها في التفاعل متاع رئاسة الجمهورية معنا حتى شيء. بعد شوية نسمعوا موقف السيد رئيس الحكومة وقت اللي تم توجيه السؤالي باش يستقيل ولا لا. أنتم في الأثناء عملتوا مكتب تنفيذي، وموقف حركة النهضة مثلا من المواقف اللي لقات بعض الانتقادات، بمعنى وأنه يقول لك هكا النهضة هي اللي تدز فيه باش يمشي للآخر في الصدام مع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية. ما فماش دفع للسيد رئيس الحكومة، خاطر شو معناها دفع؟ معناها هو شوف هذه الضغط هذايا اللي مسلط على حركة النهضة في الحقيقة هو ضغط للتخلي على هشام المشيشي.
فما الضغط على حركة النهضة؟ لا موجود طبيعي، لا بنسير هذا طبيعي. فما محاولة لدفع حركة النهضة للتخلي على السيد هشام المشيشي. طبعا عارفة جيدا أنه حركة النهضة تمثل عمود فقري في الساحة السياسية ولا يمكن مش ساهل تجاوزها. في الحقيقة الحزام البرلماني الداعم لسيد رئيس الحكومة فيش حركة نهضة برك، في حركة نهضة وفي أطراف سياسية أخرى هي أيضا ترى أنه استقالة أو استقالة أو محاولة إقالة السيد هشام المشيشي بطريقة أو بأخرى يعني هذا فتح الباب، فتح البلاد إلى الفوضى. احنا في وضعيه اليوم شو استقاله هشام المشيشي هو دفعهم بالبلاد للفوضى طبعا. يعني خلينا نقول رحيل الحكومه، ولو انه طريقه الرحيل زاد عليها جدل كبير، يستقيل ويرجع المبادره للسيد الرئيس ولا يستنى حتى يتم تقديم لائحه لو ترجع المبادره للاغلبيه، وهذه هي صلب العركه. ما هذا العبث امام، احنا تو قاعدين ندفعوا للعبث، ما قاعدين ندفعوا في المؤسسات الى الصدام. ما هوش رئيس الحكومه الذي يتوجه الى مواجهه رئيس الجمهوريه، او لا اتوقع انا أنه رئيس الجمهورية يبحث على الصدام أو المواجهة مع رئيس الحكومة، مش هذا توقع. ولكن فما من يذكي نار الخلاف بين سيد رئيس الحكومة وبين سيد رئيس الجمهورية، يحب يتموقع في المشهد. طبعا الأطراف اللي الآن اللي تخرج فهمتني ولا في البلاتوات، خلينا نكون واضحين، من 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 الكتلة الديمقراطية، واضح عملية، أنا قاعد نتابع، واضح عملية إذكاء لنار الخلافات في البلاد. يعني اليوم وقت اللي أنت تجي تقول أنه رئيس الحكومة الموظف أو الصانع عند رجل غنوش أو هذا التقليل من رجالات الدولة لم يسبق، فماش حركة وناس مسؤولين في البلاد يتعاملوا مع مؤسسات الدولة ومع كبار رموزها بهذه الطريقة، حتى لو تختلف معهم، حتى لو انت تختلف معهم، حتى لو انت ماكش في المقاربه بتاعهم والتصور بتاعهم. اما ناس مسؤوله في البلاد ونواب يتفاعلون مع المؤسسات بهذه الطريقه، حشومه حقيقه. يتلوموا عمليه دفع ولا سيد الرئيس سمحني بين ظفرين يا اخي، هو معناها مريونيت. زاد اللي حضروا في الحوار مع سيد رئيس الجمهوريه واللي دعاهم، انا في بالي سيد رئيس الجمهوريه دعا النواب من غير ما ندخل في المعايير، لانه هو يختار، هو صاحب الجهه الداعيه. ولكن واضح انه رئيس الجمهوريه يدعو في الناس للاستماع اليه. وجهه نظر نقبلها ما نقبلهاش، نناقشها ما نناقشهاش، ننقدها ما ننقدش شيء اخر. ولكن انك انت تخرج باش تعطي صوره سيئه لخطاب سيد رئيس الجمهوريه، هو بيان وكانه فهناك خلاف بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، هذا مشكل. وانك تتوجه لسيد رئيس الحكومه بخطاب مهين بعد خروجك من عند سيد رئيس الجمهوريه وكانك تستقوي بمؤسسه الرئاسه، شكون شكون تحكي شكون تقصد؟ يزيونا من اطراف ولميات ورفض اسمائهم من الناس سمعتهم في البلاتوات وشفنا الحديث حتى داخل البرلمان. يعني فما بعض الاحيان احنا الناس اللي تقلل من مقام رئيس الجمهوريه نستنكره، نعتبره هذا عيب. كيفاش رئيس الجمهوريه بهذا المقام العالي وبالرمزية هذه وهذا المعنى بتاع الرمزية؟ وكي نقوله رمزية مش معناها ما عنده حد شيء، رمزية معناها المقام السمبوليك، المقام العالي الذي يجب أن يكون تحت قبته الجميع. كي تولي الناس تتعامل معه وتتفاعل معه بهذه الطريقة، هذا عم عيب. في نفس المقام المقابل وقت نجي رئيس الحكومة نجي نقوله الصانع والموظف، شو المستوى هذا؟ هذا مستوى إضعاف للدولة، وهذا ما يشرفش، وأنا هذا قناعتي، ما يشرفش حتى مؤسسة من مؤسسة الدولة. ولا يمكن الدفاع على مؤسسة الدولة بهذه الطريقة، ولا يمكن الدفاع على وجهة نظر مؤسسة الرئاسة بهذه الطريقة. مؤسسة الرئاسة ممكن أن يدافع عليها في مقاربتها بشكل آخر، وهي حقها تكون عند المقاربة اللي تراها. أما أنه نعملوا على إذكاء نار الخلاف بين الأطراف هذه المؤسسات هذه، الأصغر في الأشياء اللي قابل سيد رئيس الجمهورية وخرج يعطي خطاب إيجابي، حتى لو سيد رئيس الجمهورية بدأ خطابه فيه نوع من الحزم ونوع من الشده والغلظه عند الناس، ولكن دور الاطراف السياسيه دائما بور الاباز لي تونسيون، يعني تحاول ان تهدئ بين الخلافات وتحاول. للاسف ما فماش خطاب مسؤول حتى الان، وهذا قاعد يذكي الازمه السياسيه. انا اعتقد انه الازمه كانت يمكن تتحل في
في جلسة. لو كانت الأطراف السياسية جميعا وخاصة المشكلة الآن الكتل البرلمانية إنها تدعو إلى حوار وإنها تدعو إلى التحاور مع السيد رئيس الجمهورية وإنها تدعو تطلب الذهاب والحوار مع رئيس الحكومة حتى لو تختلف مع السيد رئيس الحكومة، مش تفرح إنه عيت لك سيد رئيس الجمهورية تخرج من بعد بشتهين مؤسسة رئاسة الحكومة. أي كيفاش هذا؟ وين هذا؟ هذا الإشكال الحقيقي اللي موجود في البلاد اليوم، إنه ما فماش ناس وازنة، وإنه الخطاب الأخلاقي اللي يزعم أطراف معينة إنهم يتشبعوا فيها من خلاف المنظومة القيمية اللي حاول سيد رئيس الجمهورية سامي فما شكون يقول لك حتى أنتم كان جيتوا تحبوا زادة وأنه يقع تطبيق الخلاف، علاش بيان مكتبكم التنفيذي مثلا قلتوا لرئيس الحكومة أمضي قدما في البافد في التحرير بتاعك؟ أنا مش قلت لك هذا عندك الحق باش تكون عندك الموقف السياسي بتاعك والمقاربة بتاعك. أنا مش قلت موشي منيش نناقش في مقاربة المعارضة لنا للموقف هذا تدعم ما تدعمش وتبين علاش عدم دعمه. هنا نحكي على أمر آخر وهو أخطر عندي أنا. إذ كان نار الخلاف بخطاب معادي للمؤسسات وإنه من هنا هنا ولا من غديك يقوم معناها فما خطاب ترذيل لرموز البلاد، هذا مش ممكن بالإمكان السماح به. وفي الأصل وفي بالي العقلاء في البلاد ينبهوا للموضوع هذا وإنهم يوقفوا الناس عند حدودها، لأنه ما نجمش نعيشوا في خطاب سياسي متشنج بهذه الطريقة. فما فرق بين تنقد تقيم تناقش ترفض تقبل، وهذا في إطار حوار عادي جدا. أي دولة ديمقراطية أو أي نظام ديمقراطي يكون فيها الرأي والرأي المقابل وتكون فيها المقاربات المختلفة وتنجم الأمور تمشي. أما إذكاء نار الخلاف، حركة النهضة شنو موقفها؟ موقفها طبعا دعم، هي صوتت لهذه الحكومة وصوتت للتحوير، طبعا ستدافع على وجهة نظرها وتدافع على سيد رئيس الحكومة. النهضة مش من واجبها التخلي على سيد رئيس الحكومة. ونحب نذكر هذا مش موقف حركة النهضة اليوم، حركة النهضة منسجمة فيما يتعلق بدعمها للاستقرار في البلاد. تذكروا الخلاف الذي طرأ بين سيد الباشا قيسي ويوسف الشاهد. نحب نذكر انه من بعض النواب اللي زاروا سيد رئيس الجمهورية وخلينا نقولها بكل وضوح سي حاتم المليك، يعني عفوا سامحني عفوا سي مصطفى بن احمد، مصطفى بن احمد يعني كتلة تحية تونس، كتلة تحية تونس اليوم كتلة تحية تونس في دعوتها يعني ترى انه سيد رئيس الحكومة معناها ممكن يقوم بخطوة الى الوراء ويستقيل. يعني موقفنا موقف كتلة تحية تونس اختلف تماما على الذي وقع في الأزمة اللي وقعت بين سيد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد سيد رئيس الجمهورية. يعني اليوم حركة النهضة مدعوة إلى ماذا؟ مدعوة إلى تغيير موقفها من 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 الكونسيبت بتاع الاستقرار لاستابيليتي غير طبيعي. لا تشوفوا يا اخي هل الحلول يلزم تكون معناها متطرفة منا يما استقالة الحكومة ولا معناها انه البلاد تقعد هكا في البلوكاج؟ فماش حل وسط. سلاح الدين الجورشي يا اخي وينهم العقلاء في البلاد؟ بمعنى وانه ازمة كما هذية كانت مرهونة وكانت ممكن تتحل في لقاء بين الرجلين. يعني لهالدرجة اليوم وأنه لقاء بين رئيس حكومة ورئيس جمهورية بات مستحيل لحل حالة الأوضاع في البلاد؟ أنا واحد من الناس عندي مدة وعندي مفاتح وأنا ندور نفركز على من تبقى من العقلاء في تونس، لأنه ما وصلنا إليه معناها مش فقط يدل على أنه نحن مقدمين على أزمة كبيرة وهيكلية، ولكن على أنه محاولات الإنقاذ قاعدة تتراجع، والناس اللي يفكروا بعقلانية ويعطيوا الأولوية للمصلحة متاع البلاد أصبحوا أقل. أنا أعطيك أنا زوز أمثلة. تفضل. رئيس الجمهورية كدعاء البرلمانيين مش هو ماخذ موقف مسبق وأكل الاستشارة اللي باش يعملها ولا هي متاع ناس اليوم قراب من موقفه؟ أي هيش قلت أي. وحتى الناس اللي اختارهم من حركة النهضة ما يطرحت مجموعة من التساؤلات، علاش هذوكم مؤثرين عندهم قيمتهم لكن ما همش مؤثرين بدرجة أساسية داخل الحركة. لأني أنا إذا كان نحب نكسب حركة أو نغير لها الموقف متاعها نشوف ناس اليوم عندهم حضور حقيقي. بل القراءات مشت لعكس من ذلك، اليوم نعرفوا انه ربما فما خلاف بين فما معناه في اطار النقاش الداخلي تاع الحركه، فما سمير جيلو في في في, في ويد معناها ورش غنوش، فما شكون ربما يقرا من توجيه الدعوه لسمير جيلو على اساس وانه مسائل مزيد تعميق الخلافات داخل الحركه.
معناها انا حابب التاثير والخلفيه والغايه. لاني انا اذا كان نحب نغير موقف حركه النهضه، ثم ناس عندهم وزنهم وعندهم قدرتهم باش ياثروا على القرار داخل حركه النهضه، هما اللي نستدعيهم. ايضا سيد مشيشي اش عمل؟ سيد مشيشي قام بما يستطيع، ولكن الناس جايبهم تاع شكونهم هذوما؟ هما ناس ماخذين موقف، والموقف هذا يكون صالح لصالح المشيشي. دونك معناها احنا في الحقيقه ماناش قاعدين نلوجوا على مخرج للأسف، نلوجوا على مخرج حقيقي وفعال. الحاجه الثانيه اللي قلقتني ومخوفتني، انا وليت خايف انه رئيس الجمهوريه، هذه الشخصيه الاعتباريه التي تعلو فوق الخلافات وهي فوق الاحزاب السياسيه وهي الشخصيه الجامعه، قاعده تبعد علينا شيئا فشيئا هذه الشخصيه. بينما نحن في اشد الحاجه الى هذا الرجل القوي النظيف اللي وحد التوانسه ويوحد ويقرب على الاقل وجهات النظر نتاع الطبقه السياسيه. الان التحاليل ماشيه في اتجاه بانه الرئيس منحاز. ان قرار الرئيس ان ينحاز هو، شوف باجي قايد السبسي وهو رئيس قلب تونس، رئيس حزب وهو يصنع الحزب هذا، حاول لاخر لحظه وهو انه يلعب دور يمسك العصا من الوسط. صحيح عمل معناه انزلاقات هنا وهناك، لكن معناها كان كي تقعد معاه يطمئنك نسبيا، لانه دوره تو يقول لك انا الدستور، معناها انا مانيش متفاهم معاه. نجي قيس سبسي كان عنده خلافات اساسيه مع الدستور، لكن يقول لك انا ما نجمش نجي واخالف الدستور واتجه اتجاها معاكسا لمصلحه البلاد. فهذاك علاش انا نويت خايف على انه الرئيس نفقدوه في مرحله خطيرة. البلاد في حاجه لي. الحاجه الثالثه اللي خايف انه النقاش قاعد يذيق والصراع قاعد يحتد الى درجه ان اصبحنا نلجا الى الشارع. وانا اعتبر اخطر ما تم تداوله في المرحله الاخيره هو فكره الاعتماد على الشارع لتبليغ رساله سياسيه. انا نقول هذا قرار مهم، من حق حركه النهضه باش تفكر فيه كما فكرت ناس اخرين ومارسته، لكن انا نقول بانه علينا ان نحكم العقل، لان اللجوء الى الشارع في مثل هذا الظرف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ينجم بدل انه يساهم في بلوره وصياغه حل، ينجم يؤدي الى تعميق الازمه. اي ولكن ما شفش وانه الشارع اليوم تم معناها حبوا يردوه كالمحرار اللي يقيسوا به مداخلة المرة الأخرى. طارق قال لي شكون ينجم يعمل اللي عمله الرئيس ويهبط الشارع لحبيب بورقيبة؟ معناه وكانوا استعراض للوجود على الميدان، يعني معناها اليوم النزول لشارع لحبيب بورقيبة والالتحام بعامة الشعب ولا محرار بتاع عندك مصداقية قداش توزن في الشارع بين جميع الأطراف. يعني كما البارح فتح العياد يقول تنعملوا دات ونهبطوا للشارع، سيد رئيس الجمهوريه معناها وانصاره يقول لك ما اتاه رئيس الجمهوريه شكون ينجم يهبط القلب شارع لحبيب بورقيبه ويلتحم بالناس وما يقولولوش دجاج ويسمعوه ويتحاور معاهم، ولا يمشي اليوم لاداء صلاه الجمعه في احد المساجد في اكبر الاحياء الشعبيه في البلاد. بمعنى وانه الشارع اليوم ولا عامل مهم، وكانه باش يولي هو اللي يعطينا حقيقة التوازنات على الميدان. سي سلاح، اي انا اولا اعتبر ان رئيس الجمهورية معناها نزوله الى الشارع لم يكن مدروسا، كان خطوة من الناحية الرمزية مهمة من حيث الصورة مهمة، لكن ما يمكن ان يترتب عنه من دلالات وانعكاسات ما كانش في صالح رئيس الجمهورية. يعني بمعنى انه شوف التوانسة طالبين من رئيس الجمهورية مش يهبط الشارع، مش يقعد في قهوة، طالبين الشارع التونسي طالب من رئيس الجمهورية انه يحل المشاكل، أنه يلعب دور في تنقية الأجواء، أنه معناها يعمل يتخذ إجراءات وقرارات مهمة على مستوى توسيع دائرة علاقتنا بالخارج وبالدول الأساسية. رئيس الجمهورية المطلوب منه أن يكون في العالم يتجول، يحضر في المؤتمرات الدولية، ينسج علاقات. رئيس الجمهورية مطلوب منه أنه يقدم اقتراحات في مستوى حل مشاكل الاقتصادية والاجتماعية. نزول الشارع مهم، ولكن الاحزاب السياسيه ممكن ما تنزلش، ممكن راجل تخنوشي عنده مشكله مع الشارع، لكن حركه النهضه عندها وزنها في الشارع،
وانا اذا كان دخلت هي في المنطق هذا وفي اللعبه هذه شي ترتب عليه ترتبيتهيش. واليوم عبير تقول لك انا يا سيدي أنا حيت الاعتصام ومش نهبط للشارع دونك اذا تولي هيك علاش قلت لك اليوم الشارع باش يولي والخوف كل الخوف وانه الشارع هو به الشارع راهو معناها ما ساعات ينجم يكون الشارع هو الحل ولكن الشارع المنظم والمهيكل فما خوف لو كان الاصطدام بين الاطراف السياسيه واللي هو بين القواعد اللي ما ينجم حتى حد ياثرهم من بعد وهذا الخوف وذاك علاش الانقسام الان موجود على مستوى الطبقه العليا المستوى يخشى بان الانقسام يهبط الى الشارع ميداني ويصبح هناك احتكاك بين المواطنين وهذا مؤشر خطير جدا ولن يساعد على الانفراج وتجاوز الوضع الراهن. طارق كحلاوي خلنا وانه نهايه الاسبوع على المنقضيه ربما باش تجيب لنا الحلول لكن للأسف معناها في كل نهار يزيد يقدم كل نهار يتمسك كل طرف بمقاربته بموقفه يعتبر أنه هو اللي يعمل فيه في قلب صلاحياته الدستورية وبالتالي الأزمة باقية وتروح مكانها. دارك حلاوي يعني مانيش نعاود نرجع نقول المرة اللي قلته المرة اللي فات اللي الأزمة ما بدتش عندها جمعة ما بدتش عندها جمعتين ما بدتش عندها شهر ما بدتش عندها شهرين بدت عندها مدة معناها فما تراكم أدى للأزمة الحالية والأزمة الحالية وضحت المعالم ما أنت سببها واضح فما صراع على من يسير السلطة التنفيذية الأطراف الماسكة بالسلطة التنفيذية مانيش باش نعمل ريكاب على اللي صار الكل لكن ببساطة كانت الكورة عند الحزب الأول الحزب الأول لم يستطع تشكيل حكومة الدستور يقول الكورة تمشي للرئيس الرئيس اختار احد مرشحي الاحزاب مش مرشح الحزب الاول خاطر الحزب الاول ولا متحالف مع قلب تونس في الوقت اللي ما كانش متحالف معاه وذاك راه اللي هي مشكله وراء انه الانتخابات 2019 صارت في اطار اخلاقيا جوستمون سي سامي لحظه خلينا نكمل عاد بعد قيد وبعد نرجعوا بعد نرجعوا بعد قيد وبعد هو يقصد في تقديم المرشحين حتى كي قدموا فضل عبد الكافي قدموا معناتها ما جميع معناتها قلب تونس والنهضه مرشحين مشتركين وقتها ديجا ترويكا البرلمانيه تشكلت وهي طلعت السيد رجل الغنوشي رئيس البرلمان هذايا خلق وقت اللي الرئيس في الجوله الاولى نتاع تشكيل حكومه الجملي عيط لرؤساء الاحزاب وقال لهم هيا واصلوا في نفس الحزام السياسي اللي اتفقتوا عليه في خطابكم انتوما في الانتخابات تاع 2019 قالوا له ليه رانا بطلنا منها الحكايه هذيك وسيي رانا نمشيو لحكومه اخرى ومن بعد زادوا جابوا له فضل عبد الكافي قلت لك في الواحد مرتين حتى في وقت اللي في المشيشي جابوا له مره اخرى انا نحن نهضه قلب تونس هو قال لك ليه قلب تونس انا بالنسبه لي هو يمثل فيزافي نتاع توجه معين هو معادي ليه وانا عملت الانتخابات ضدهم وعلى اساس مضامين معين اخلاقيا اخلاقيا هو يقول لك انا عندي في وضع خير منك انت انا متمسك بنفس الموقف ما قلبتش ما درتش في الحياسه انت درت في الحياسه اخلاقيا الى اخره ثم مسار كامل وتراكم كامل هو يقول لك انا جبت المشيشي وقتله بشكل واضح راه باش تشكلوا مع بعضنا الحكومه مشيشي قال لي اي وهذا عاود ضمنيا للنواب اللي تلقاهم الجمعه هذه قالوا اي لكن بعد زاد قربت التصويت على البرلمان دار في الحياسه كيف ما عمل الشاهد من بعد ما التصويت على البرلمان مع سيلبيجي قايد السبسي اللي يا سي سلاح سيلبيجي قايد السبسي كانش فرحان راه وقت اللي توفى الله يرحمه كان معزول في القصر لانه وقتها حركه النهضه كانت متحالفه مع يوسف الشاهد وكان محطوط في القصر وسكروا عليه الباب سيلبيجي قايد السبسي هذا معروف ما يستحقش معناها اخلاقيا اونتر بارونتيز فيها مشكله هذه زاده معناها بما انه نحكيو في اخلاقيا معناها الحاجة اللي نحب نقولها كي نحطوا الأخلاقيا على جنب خاطر الأخلاقيا مش في صالح أكثر أطراف تنادي به أخلاقيا كان نحطوها كان نوليو نحسموا بالأخلاقيا أكثر ناس تحكي على الأخلاقيا مش تلقاها خارج الطرح لكن معنى موازين القوى في بالهم مش عديوا تحوير حكومي وكهو كش مات نعديوا تحوير حكومي قال لهم قبل ما يتعدى المشيش البرلمان مش عديوا واحد تحوير حكومي وش شجرة علاش؟ راني مانيش نعمل انتخابات أي صلاحيات؟ علاش اليوم رئيس الجمهوريه يتدخل في تحوير وزاري هو من صميم صلاحيات رئيس الحكومه وهذا المشكل ترك كحلاوي فما شكون لا مش هذا المشكل مش هذا المشكل مش هذا مش هذا مثلا يقول لك بالعمي خيش دخلوا رئيس الحكومه رئيس الجمهوريه باش يقول رئيس الحكومه ما تعملش صلاحيه ما تعملش تحوير وزاري يقول لك انا رئيس الحكومه قيمت الوزراء قالوا ما قالوش مشكله ما تعملش ها قالوا اول التحوير الحكومي بالشكل اللي عملته غلط بالنسبه لي يعني عنده تاويل للنظام الداخلي للبرلمان وقالوا يا اخي اليمين الدستوري مش حاجه اجرائيه
كان عندي مشاكل ملفات ما اسمه الياس فخفاخ معناتها الاستقرار في الصيف ونحن في وسط عمق الكورونا وجايتنا موجة ثانية. غزر الحزب الأخلاقي الأول في البلاد قال لهم راه احنا مانيش معنيين بالاستقرار، معنيين بأخلاق تضارب المصالح، والاستقرار يجي ثانوي، بالتالي يلزم يتكل الياس فخفاخ والحكومة الكل. هكا ولا ما وقت هذيك صار في الصيف معناتها في جوان. من بعد معناتها جاء هو قال لي في بيه هاو هاو عندكم انتم الوزراء اللي مقترحين وما عندهم تضارب مصالح. هاو قال له وش تسميني شكون؟ يعني اليوم هاو قل لك في اكثر من مناسبه انا ما نعرفش شكونهم الوزراء. يا سيد الرئيس سمي لي الوزراء شكون اتوا نحيهم هو يعرفهم يعرف يعرف يعرفهم يعرفهم انت عندك انا رئيس الحكومه سامحني في كلمه يكذب كيقولوا ما نعرفهمش. والله شوف انا رئيس الحكومه ما نحبش نعلق عليه برشا. تو شفت الكلام اللي توا قاله اخونا سامي، هو بالنسبه لي توا سامي اكبر مشكله في البلاد هو تسميه هشام الشيشي صانع والا متربص والا كذا. ليه مش هذه اكبر مشكله في البلاد؟ قالت على الناس اللي شدت في السلطه حاجات اقوى من هكاك، مش هذيك المشكله الرئيسيه في البلاد. توا الى متى باش نقعدوا نلقطوا كلمه بكلمه؟ خاطر اذا كان هذا سامحوني في الكلمه بالعاميه لا غالب شو نقول ولا التلقيط. خاطر هو شوف مش هذه المشكله. مش هذه يا طارق توا هذا اللي به الفايده اليوم يقول لك هشام الشيشي هاني حبلت نقابل رئيس الجمهوريه في اكثر من مناسبه، رئيس البرلمان يقول لك توجهت بدعوه للقاء السيد رئيس الجمهوريه. هاو متمنى على السيد رئيس الجمهوريه. ما عادش فما رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه انتهى الموضوع. ما عادش فما ثقه. ما نجموش دوك الحكايه مش تاع اربعه وزراء. لا انتهي انتهي مش تاع اربعه وزراء. الاربعه وزراء هو جوست ان سيمبتوم فوالا دونك هكا وضع اخر. والمساله ما عادش سر خينا ما تو باش نقعدوا نجموا كذا ما عادش واضح من الاول. مش تحب تخدم على الحزام برا خدم على الحزام يا اخي. هاو الوضعيه تو من الاخر من الاخر عندنا زوز حلول. جماعه الحزام يمشوا للبرلمان يتحملوا مسؤوليتهم يسحبوا الثقه وعملوا حكومه. انتم عملوا حكومه جيبوا رضا بن مصباح جيبوا فضل عبد الكافي مو من قبل مو هذا المطلوب. المهم هشام الشيشي يمشي. لا لا يعاودوا يحطوه يا اخي اذا كان يسمح الدستور يعاودوا. ماذا بيحبوا ما دام فما حب كبير بين هشام الشيشي علاش المشي البرلمان ونعاودوا يحطوه؟ لا يسترجعوا الثقه وياخذوها ياخذوها هما ياخذوها ياخذوها مسؤوليه الحكومه. علاش العوده الى البرلمان؟ علاش العوده ما الى البرلمان؟ ما هو الرئيس هو اللي عاين المشيشي. الرئيس قال لك انا عاينت المشيشي على اساس عهده على اساس تعهد على اساس رؤيه. أنا وياك فهمنا على التوجه، حكومة مستقلة ما فيهاش أحزاب، حكومة ما فيهاش فساد، أنا وياك مع بعضنا نعملوا الحكومة، هو قرر باش يمشي للحزام. باهي يا سيدي. إيه معناها هو الحزام لحظة بالله إيمان خلينا نحكيو هذا اللي بيه فايدة راه شفت ذكر كل ما خويا الحزام برمشوا البرلمان هزوا سي المشيشي يقولوا له شنو اللي يضمن رئيس الحكومة الجديد والحكومة الجديدة مش يقبلها السيد رئيس الجمهورية؟ أخي ما أنتم جيبوا ناس بخير ما عندهمش مشاكل. لا سيد حبيبي خويا هزوا خويا سي سي الهاشم انت تو عايشي سمح سي العايشي انا والله تو المره نقابلك انا قبيله مثلا قريت تقرير نتاع انا قض حتى اللي يقول لك هادي خيري هو انت متورط تدري شنو وخيري ولوبي دواء وتسيتيرا. خويا شفت الدوسيات هذوما ابعد عليهم انت خويا ما عادش ما تدخلش مثلا في الحكومه غيرك اللي عندهم مشاكل وكذا عملوا الحكومه الضيفه. ما هو الياس فخفاخ معناتها مقلقكم وتزغبتوا من مسألة تضارب مصالح وكذا. جيبوا لنا ناس يا خويا تلق عندكم اكيد معناتها في الحزام عندكم كذا. جيبوا اخويا واقيموا الحجه على رئيس الجمهوريه اقيموا عليه الحجه هزوا شيء وعملوا وحطوا بالكش سيار هشام الشيشي خاطر تم قمنا نزل شد وزير داخليه بالكش يصلح وزير داخليه في المستقبل ها وشد في الحكومه الفارطه. هو انا يتصور قابل يكون في اي مكان هو جندي وقال هو جندي على حل المشكل جندي لا بالعكس هذا ينجم يحل المشكل ويقعد رئيس الجمهوريه مو تحبوه يلعب شنو هو يمشي في الطياره ويدور وتسيتيرا وما عندوش علاقه بالوضع الداخلي في البلاد. ما يتسالش يمشي خليه يعمل لك اعملوا حكومه تبناوها الحكومه جيبوا فضل عبد الكافي جيبوا رضا بن مصباح جيبوا اللي تحبوا انتوا تلقوا محلاوي وانتهى الموضوع. والا الحاجه اللي قلتها المره اللي فاتت لحظه برك الحاجه اللي قلتها المره اللي فاتت اللي هي السلطة التنفيذية تكون موحدة، الناس كل تخدم مع بعضها. هاي سعيد موش باجي قايد سبسي، مش يقعد كذا ومتكي ويقيل في دار الأمان ودار السلام وتسيتيرا، ماهوش النوع هذاك. تحبوا بعد باش يقعد يمشي يصلي في حي التضامن ويقعد يمشي كذا وباش يدور، موش باش يمشي، ما سي رفيق عبد السلام أنا والله فاجأني. في باله يتهكم على رئيس الجمهورية قال أكبر رحلة عملها بين المنيه لورين، هو رئيس الجمهورية، صحيح عنده العلاقات الخارجية، أما راهو مهم جدا. يسافر ماهيش عار يسافر بين المنيه لورينا بالعكس
حاجه باهيه برشا، يمشي المنيله ويمشي ريانا ويمشي حي التضامن، ماذا بينا كل قاده الدوله يمشي، وسيد رجل الغنوشي يمشي، وسيد هشام يمشي، علاش مش يصلي وسيد الجمعه في نفس الجامعه؟ شوف باش ما نقعدوش في علم او خلينا نكمل الاخره، او يتفاهموا مفاهمه سياسيه، كل السلطه التنفيذيه تبدا منسجمه. هشام الشيشي مطوى هو مشكله في الوسط في دار المخ، شنو هشام الشيشي عنده كتله نتاع 50 60 نايب باش يوقف في الوسط ومانع توافقات؟ ما عنده حتى شيء، جابوا كان معناتها فعلا كان كان متربص في القصر، جابوا حطوا في الوعل، دونك كيما جا كيما يمشي، جا ويمشي. يتفاهموا رئيس رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان، هنا المشكل الحقيقي. نحب نقعدوا ندوروا على المشكله من برا، المشكل الحقيقي هو الخلاف الموجود بين رئيس رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان. انا سامي اربا وبكات وتقول الرمزي نقصد به، يا اخي تو نستبلوا في بعضها، الرمزي والله نقصد به رمزيته، تي واضح يعني فما مشكله في التصريح هذاك. قول له رمزي ما دار حويجه راهي جوست هكاك تصويره نحطوا، غلط كان التصريح. تحبوا نصلحوا والا لا؟ المشكله غاديك، الخلاف بين رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان يلزم يصير مصالحه، بدون المصالحه هذه لن يحل المشكل السياسي في تونس. نرجع لكم باش تتفاعلوا، فقط خليني نمشي للنقطه الخارجيه لانه مهم جدا اليوم باش نتحولوا الى مقر وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وموجوده مراسلتنا على عين المكان فاطمه العبدلي في علاقه بزياره دار رئيس الحكومه البارح لمحاوله ايجاد مخرج ايضا لأزمة طالت الحقيقه، وللاسف حتى معناها ولا راح ضحيتها استاذ دكتور باحث بعد تنفيذه لإضراب جوع. فاطمة مساء النور. فاطمة حاضرة؟ فاطمة تسمع فيا ولا نكمل الديريكت وبعد كي تبدا فاطمة حاضرة رجعوا لي. سي العياشي تفضل. شوف أولا نحب الرجاء نجاوب سي طارق اللي أنا نعرفه بالكدا ونتشرف بمعرفته. وتشرفوا بيك زين سي العياشي. بفضلك. وهذا نوعية التزليقات هذوما نشوفوهم. أنا سي طارق رئيس لجنة الصحة. شرف. وإذا كان ما تعرفش رئيس لجنة الصحة في البرلمان في الوضع الصحي الراهن، اللوم راهو عليك أنت. لا نعرف. أنا ما قلتش ما نعرفوش. خلينا نكمل لك يا سي طارق، خلينا نكمل. مرحبا بيك ونتشرفوا بيك سي عايش. خلينا نكمل لك يا سي طارق يعيشك. هذا يدل على الطبقة السياسية بتاعنا اليوم اللي ما همش لاهين بلب الموضوع والقضايا الأساسية. علاش كنت ترجع أنا مش طبقة سياسية. واحنا لاهين في الصراعات وربي عينك كل معاك اخويا تفضل ما فما حتى مشكله. ها واحد متخبي مع رئيس الجمهوريه والاخر متخبي مع رئيس الحكومه والشعب مسكين. انت عندك بيان انا يقظ جاوبه، انا ما قلتلكش حتى شيء. باش نجاوبك باش نجاوبك. فما نقاشات وفما طارق خليك طارق 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 خليك. انا مانيش متهمك بحد شيء وربي عينك رئيس لجنه الصحه وتجيب لنا جميع تساهم في تجيب لنا تلقيحات وتساهم في الواحد فما حتى مشكله. سي العياشي سي طارق ربي فضلك اسمعني كيما سمعتك بانتباه شديد. لا جوست باش ما تغلطش في الرد عليا. يا طارق ما قلتلكش شيء تفضل على روحك. هنتجاوز بالنسبه لانا يقظ اليوم الصباح قمت شفت انه انا يقظ حشر اسمي بصفه مجانيه ما فهمش علاش يحشر اسمي مع السي رضا شرف الدين والسيد الهادي خير. وانا حضرت ان شاء الله بيان اللي غدوه الصباح مش ننشره ومش نجاوب انا يقظ ومش نطالبهم باش يعتذروا لحشر اسمي، ما كانش سنمر الى القضاء مع احترامنا الى المجتمع المدني واحترامنا لانا يقظ والدور اللي تقوم به، لكن هذا اليوم يلخص الوضع السياسي اللي احنا فيه اليوم بعجاله ونتعدوا المواضيع ما اهم. انا مهندس كيميائي ونسير في شركه عائليه في الصناعات الغذائيه، والشركه العائليه هذه موجوده في المنصوره في قريه اسمها المنصوره في كسره في ولايه سليانه، الوحيد اللي تجرأ ورجع لقريته واستثمر فيها ونصدره في منتوجات ما تخطرش على بال حتى حد، نخرجوا في صناعات يعني مظلفه تاع الهند يا سي طارق ربيع. وعندنا مخابر ادويه وانا مخابر تحاليل نستدعاك تجي تشوف، وهي فخر فخر لتونس. انا رئيس لجنه الصحه وربي عينك. وخرجت وقتاش خرجت وتكلمت على موضوع التلقيح وحملت السيد وزير الصحه مسؤوليته يوم 6 جانفي وجيت لعندك بحذايا في راديو وخرجت الوثائق وكانت الاتجاه وقتها ماشي نحو تلقيح فايزر وما عندنا حتى خريطه طريق للتلقيح. وخرجت انا ومن واجبي وانا جيت باش نخدم السياسه هذه في البرلمان، جيت باش نضغط باش تجي التلقيح للتوانسه، وفعلا اليوم مش تجي التلقيح للتوانسه بعد ما خرجنا احنا ب 15 يوم عملت خريطه الطريق وتنوعت مصادر التلقيح. وقت جيت جبت لكم الوثائق نتاع التلقيح سبوتنيك اللي هو موجود منذ شهر نوفمبر
وما خذاو فيه قرار كان في اخر شهر جانفي. انا يقظ تجنت عليا وما عندها حتى دليل. انا سنادي الخيري ما نعرفوش ولا عمري اتصلت به، ورغم اللي هو عميد كليه الطب بسوسه واتشرف به. سيدي رضا شرف الدين تعرفت عليه كي دخلت للكتله الوطنيه، وهو رجل وطني واتشرف به. انا يقظ كان مشيت دقت في المواضيع. انا أنا رئيس لجنه الصحه ونقول لهم كان عندكم ملفات على اللوبيات نتاع الصحه، انا مرحبا راني موجود وانا نستقبلهم نسمعهم ونحلوا المواضيع الحقيقيه. لجنه الصحه فيها 22 نائب من كل الحساسيات السياسيه من كل الكتل النيابيه، يعني وناخذوا قراراتنا بالاجماع. احنا لا نعطيو رخص لا نعطيو امتيازات، احنا فقط ضغطنا على وزاره الصحه باش تقوم بواجبها. وقت كنا قلنا راه فما تراخي، واحنا رانا ما نعملوش بطولات وهميه كيما شفنا برشا ناس اللي كانوا مشاو عملوا دوره من الدبلوماسي ما خدموش في الوقت الضايع وما خرجوش. السيد وزير الخارجيه عمل تصريح مهين للتوانسه، تصريح مهين للتوانسه ويقول مش نجيبوا التلقيح من الجزائر الشقيقه مش ولينا نساسيو ولينا نساسيو. هذا الدور الحقيقي نتاع رئيس الجمهوريه ونتاع البرلمان ونتاع منظمات المجتمع المدني. احنا البلاد هذه اليوم وكأن فيها استعمار، لكن البلاد هذه فيها رجال ومش تدافع عليها. تهاجمنا انا يقظ ولا ما تهاجمناش؟ ويعرفون السياسيين الاشاوس ولا ما يعرفوناش؟ انا جيت باش نخدم السياسه هذه وحتى كي نخسر كل شيء. انا نعرف اللوبيات الحقيقيه تمسك من خروجنا. نعرف ان اللوبيات تمسك من خروجنا، لكن احنا صادقين. صادقين وما عندنا حتى ملف ويرقدوا يرقدوا بالنوم. يعني انتم اليوم عندكم حتى دخل في اقتراح الدكتور هادي خيري؟ قسما بالله لا تشاورت مع حتى انسان في الهادي خيري ولا نعرفه ولا اتصلت به حتى بالتليفون حتى بالهاتف. ما نعرفوش. يجي يقول راهو رئيس لجنه الصحه من منذ شهر اكتوبر بدا يهاجم في وزير الصحه. هما بداوا المنطلق هذاك وقتاش؟ انا ساعه في شهر اكتوبر خدمنا على موضوع الحظائر في لجنه الصحه. اي من بعد في شهر ديسمبر كانت فما يعني اجتماعات كلها في الميزانيه، ثم استدعينا السيد وزير الصحه اكثر من 4 أو 5 مرات ما استجابش لاستدعائنا باش نفهموا الحقيقه. واخر مره اعطانا موعد والغاه قبل بساعه. خرجت انا للاعلام وانا نشكر الاعلام على الدور الايجابي جدا اللي قام به باش يفسح لي المجال باش نعطي الكلمه. ما في علاقه بهذا سيد النائب، خلينا نقدم. يقول لك اليوم مثلا الكتله الوطنيه راهو اليوم منطلق دعمها لحكومه هشام مشيشي ولهذا التحوير خاطر عندها مصلحه فيه، خاطر مقترحه بعض الاسماء. انا ما عندي حتى مصلحه، مصلحتي مصلحه تونس. اليوم احنا كي مش نحلوا الحكومه هذه وما نصوتولهاش شنو البديل؟ يا اخي انا جبت السيد الياس فخفاخه، انا جبت السيد هشام مشيشي، علاش السيد رئيس الجمهوريه ما يخرجش ويعتذر ويقول راني غلط؟ علاش ما يخرجش ويعتذر ويقول راني غلط؟ وين ماشيين بهالبلاد هذه اليوم؟ اخرجوا وشوفوا الحاله الحقيقيه للمواطن الحقيقي. راهو عيب نعموا فيه في حق تونس، راهو عيب نعموا فيه في حق تونس. اجوا يخافوا ربي في تونس. خلينا نرجعوا لقاكم البارح. دونك انتم اليوم قاعدين تقول لهشام مشيشي كمل في هذا التحوير الوزاري. سيد هشام المشيشي أكد أنه لن يستقيل. أنا هذه المعلومة اللي خرجت بها أنه لن يستقيل. وماضي قدما يقول لك أنا من مسؤوليتي اليوم ما خليش نحلش الفراغ. كان اليوم مش يصير تغيير حكومي ومش يستقيل ما نعملوا حكومة كان بعد شهرين. وبشكر وبعد مش يجيوا حكومة جديدة يحب لها شهرين 3 أشهر. واليوم معنا الشهريات للتوانسة، هذا نعرفوه ولا ما نعرفوهوش؟ هذا لازم التوانسة يعرفوه. راهو سهل الخطب والشعارات سهلة. هيك اليوم تو كنشوفوا التهاجم على رجال الأعمال وعلى الناس اللي قاعدة تخدم في تونس. نخليوا الفراغ نوخروا نهاجروا من البلاد، نخليوا معناها الناس نجيبوا معناها الناس ما عندهم حتى خبرة تتحكم في الدولة. أنا جبنا الناس اللي ما عندهاش خبرة وشفنا شنو هي النتيجة. شنو هي السياسيين الكل تمسح؟ شنو هي الحالة هذه في البلاد؟ أنت متعاركوا راجل الغنوشي ربي يعينه. خلينا بلادنا تتقدم، الفرص الكل ضيعناها. دونك انتم اليوم ككتله وطنيه مع وان السيد هشام المشيشي يمضي قدما في هذا التحوير. انا مع السيد هشام المشيشي. شنو هو اخطا دستوريا؟ فشنو هو اخطا؟ اليوم السيد هشام المشيشي انا نقطه في البرلمان ونقط الحكومات. اليوم تحبنا ما نعملوش تحوير وزاري؟ يا اخي وزير الصحه، السيد وزير الصحه مع احترامي لشخصه وحييته انا في البرلمان على وطنيته العالي لانه واصل يخدم أي. كأنه ما صار حتى شيء وأكثر حتى ربما اللي كان يخدم.
وواصل يخدم حتى مع البرلمان. اليوم تلاقيه البلدان المجاوره كلها بدات تلقح واحنا ما بديناش. إيه ولكن شوف مش فشل السيده وزيره الفلاحه كي بدينا الموسم الفلاحي ما فماش امونيتر وما فماش دي ابي. هذا مش فشل السيد وزير العدل. شهر ونص والقضاة يعني مضربين. هذا مش فشل السيدة وزيرة الصناعة. 20,000 مؤسسة أغلقت أبوابها وما ثم حتى إجراءات. هذا مش فشل. فما شكون يقول لك هل من المفارقة ومن الصدفة وأن الفشل جاء في الوزراء اللي عينهم واللي محسوبين على القصر؟ ما الوزراء المحسوبين على القصر اليوم أنا ما نحبش ندخل في التقييمات هذه. فما 7 وزراء اليوم هو أقل 11 وزير. يعني الزوز فشلوا. السيد هشام المشيشي فشل ما عرفش يقيم الوزراء نتاعو، والسيد رئيس الجمهوريه فشل في الاختيارات نتاعو. هي شنو الحل جوستومون سيمي طريق؟ شنو هو الحل اليوم؟ اليوم فما من الحلول اللي يقول لك كيما كان مثلا طرق من الحل يعطاه طرق علاه يقول لك اليوم الحل في الجلوس على الطاوله بين يقول لك المعركه الحقيقيه بين رشد الغنوش وقيس سعيد مش بين هشام مشيش. فما شكون يقول لك الحل اليوم الحلقه الاضعف تنسحب؟ يقول لك رشد الغنوش والنواب منتخبين، السيد رئيس الجمهورية عند شرعية الصندوق، وبالتالي الحلقة الأضعف تنسحب وتسهل علينا معناها إيجاد حل للبلاد. أنا طارق طبيعي قدم في مقاربته، هي مقاربة طريفة. ليه زوز مقاربات؟ إي ما يصير شيء. فما مقاربة أنا نتبناها صحيح. فما مقاربة. هي مقاربة طريفة. طريفة طبعا. أما ممكن يعني هو تحويل وجهة الخلاف الموجود الآن بين ما عادش ما بين رأسي السلطة التنفيذية. خاطر توا من الاول بدا طارق الديمارش بتاعه ان خلاف بين رأسي السلطه التنفيذيه لينتهي الانكونتر معناها دو هي في الديريكت رانا في الديريكت لا بدي نكمل الحوار. لا والله ليه هنكمل حواري. كل عام وانت حي والله الحوار تاع اليوم هي الحكايه. والله ما هو عيد ميلادي. حلت المشكل في الازمه في البلاد بالي اذا شنو هي هذه عيد ميلاد شكون مريم؟ والله وين بدي انا في الديريكت يا مريم يا ابراهيم خويا ديما بعملها. كل عام وانت حي بخير. حنا بعض هاي حتى انا نحب ها ميرسي. شنو هذا تكلم لا ان شاء الله كل عام وحنا بقى الحياه بخير مقبله في اللوج مكياج. قولي عندي عرس وعندي عرس وعندي عرس بيا مريم وبيا ابراهيم حتينا نحبها حنا بقى عليك ما خرجتش منها حنا بقى ميرسي هيرا. ان شاء الله كل عام وانت واحنا حيين بالف خير. جويز انيفرسير ان شاء الله كل عام وحنا باع الحياه بالف خير. ان شاء الله كل عام وحنا باع المتربعه على عرش الاعلام. ان شاء الله كل عام وحنا باع واقفه شوكه في حلق كل واحد يحب يكسر لها شوكتها خاطر الناس اللي تحب تدقدق. حنا باع اليوم رايحنا باع وراها رجال حنا باع وراها نساء ومهما كانت الاغراءات ومهما كانت التهديدات رايحنا باع ستبقى وستتمدد وستبقى شامخة عالية. شاء الله كل عام وحنا باع الحياة بألف خير وكل الفريق. ونشكر برشا هنا الضيوف اللي الحقيقة في كل مرة نوجه لهم الدعوة ما يبخلوش علينا. طارق حلاوي اللي راه كل جمعة لهنا يصخايب ويخلص. طارق حلاوي عمره ما خلص. فوالا يرحم والديك. طارق حلاوي وجوهر زيدا بن مبارك. يرحم والديك. جوهر بن مبارك عمره ما خلص. السيد صلاح الدين الجورجي عمره ما خلص. تحية لكل الناس اللي وين نوجه لها الدعوة ونلقاها حاضرة وإن شاء الله بالحق فما حتى كلمة. شكرا هيلا ذوادي وبه المؤامرات الأخرى تبعد نرجع عليه سامي طريق بعد الجيد توقيت زمني نطري لساني طبعا لو باكزي وقت باهي نرجع ميسيس نرجع يعني طارق صديقنا بدا التحليل بتاعه على انه هو خلاف بين رأسي السلطه التنفيذيه اللي ينتهي فجأة هكا فاجئنا في اخر لحظه اللي هو معناها لازم رئيس البرلمان. قاعد تفاجئت انت بها الحكايه. لا ذك... لا, لا, لا 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 موقفه الاسبوع الفارط. لا ما تفرجتش انا في موقف طارق كحلاوي. انا بالنسبه لي توا يقول لك اليوم حل الازمه في البلاد. انا بالنسبه لي في قاعده بين رجل غنوش وقيس سعيد. لا مش هكا الامور تتحل. هي هنا للدوله. لا لا انا اعتبرها هنا للدوله مش طارق هين طبعا. المقاربة يعني كي يقعدوا رئيس الجمهورية رئيس برلماني. لا لا هنا لا, لا طبيعي. شنو هو الكلام هذا عندك اش معناها رئيس الحكومة نعملوا قنطرة نكزوا فوقه انتوا ما عملتوه ديجا لا لا احنا ما نعملوش ناس قناطر. لا لا ما نعملوش ناس قناطر وانت تعرف يا طارق وقت اللي كنت سقيك في ركاب في الترويكا
لا طارق خويا ما نبداوش ما لقيتو شكون لا ما نبداوش خاطر الحديث وقت اللي سامي الطريقي متقلق المشكل الاخلاقي مشكل اخلاقي مهم طارق كان متقلق قبل وقت اللي وقعت اهانه مؤسسه الرئاسه في البلاد من غادي نعتبر من غادي بدات الازمه في تونس كي يجيو رئيس جمهوريه نقولوا له تلك طريقه في التنمر وما نحبش نحكيها وخرج طارق وقتها يدافع ويقول هذا راه عيب وهذه هذا اسس المشكل لكن هذا هو المشكل انا في بالي طارق في بالي طارق يشاطرني في الموضوع هذا على الاقل خلينا نبدا نشاطرك نشاطرك في الاخلاقي الاخلاقي مهم ميساج فوالا اما رد بالك تحط هو حجتك الاولى يعني انا ما نمثلش حزب بدي تمثل حزب باش نجاوبك يا طارق بعدي بالسياسه مش بالاخلاق باش نجاوبك يا خالد طارق خاطر حتى فيما اوحى اليه طارق اللي هو اخلاقيا ما مشينا في التزامات غير التزاماتنا واخلاقيا تحالفنا مع قلب تونس واخلاقيا صحيح كل شنو صحيح صحيح بكل صحيح انتم تحالفين مع قلب تونس الكرونيك اللي اعطاها طارق مختلفه تماما على الواقع كيفاش المشاكل لانه مشاكل يقع من شنو يقع لانه وقت اللي اولا احنا ما عندناش تعهدات مع سيد رئيس الجمهوريه باش اخلاقيا وكان انقضنا تعهداتنا معاه انا حتى تعهدات احنا معاه عندكم مع الشعب التونسي اهم من الرئيس سيرش هاو جايك والامر الثاني نحن أصرينا عن تشكيل حكومة الجمني إلى أنه يكون الأطراف الموجودة في تلك الحكومة من أطراف اللي زعمة محسوب على خط الثورة تتذكر البلاتوات اللي هنا وتتذكر شنو اللي صار وتتذكر الوسطات اللي تمت خاطر وطارق من خاطر طارق منهم من الوسطات هي القفزة اللي عملها طارق على وقت اللي السيد رئيس الجمهورية لما الأطراف من النهضة كانت متمسكة بعد فشل المفاوضات واللي كانت الوسطاء كان يمكن انقاذها مازلت ما فيش خليني طارق ايوه تذكر الوسطاء اللي كانوا موجودين شاهدوا بما راوه عيانا من جهه حركه النهضه لانجاح تلك المفاوضات ونحب نزيد خاطر برشا من الناس يقولوا حركه النهضه لقطت تعهداتها انه رغم انه سيد رئيس البرلمان سيد راشد غنوش يطلع في البرلمان بتصويت قلب تونس من غدوه واصل راشد غنوش يمنع جبتها التواصل وقال فصل المسارات ونحب نزيد نذكر انه السيد نبيل القروي والحزب بتاعه هو من اسقط حكومة الجمني ونحب نزيد نذكر انه الاطراف اللي كتلة ديمقراطية بقية اطراف وقفوا راسي نبيل القروي في تلك الندوة الصحفية شنو اللي انقذنا تعهداتنا مع سيد رئيس الجمهوريه مع الشعب التونسي وشنو تعهداتنا التونسي يا طارق انا لم اقاطعك لم اقاطعك اش قلتوا في الحمله الانتخابيه لم اقاطعك يا طارق تخمز فعلا اش قلتوا في الحمله الانتخابيه هاو جاي هاو جاي هاو جاي الحديث زينه زهايمر هاو جاي الحديث يا طارق هاو جاي الحديث يعني اذا بعد هذا الكل طالب منا طارق الان انه نعزلوا رواحنا في الساحه السياسيه نعزلوا رواحنا ونعزلوا انت تعرف اختي الباهية ما هو الناس اللي زعما متقلقين من قلب تونس في كل سحب ثقه من رئيس البرلمان يمشيوا يتشحتوا فيهم بالله سقطوا رئيس البرلمان تنطلعوا ممثلكم رئيس البرلمان رئيسه البرلمان ماك تعرف الناس اللي متقلقه ياسر خاطر يا اخي سي حاتم المليكي طلع على نقامه يا اخي كي يطلعوا على قوائم قلب تونس وقتها مسخين وكي يخرجوا من قوائم قلب تونس نضافوا شكون طلعهم؟ مش طلعتهم العركه اللي عاملينها الجمعيه وقناه استغلال قناه نسمه والكونترا بتاع اللوبيينغ بعد ما خرجوا من قلب تونس ولاو يلقوا نعيطوا لهم نسمعوهم ونستمعوا اليهم عيب عليهم وعيب عليكم ريت كيف نفس الوقت باش يوريك عيب عليكم الزوز شكون قاعد يعمل في السياسه السياسويه وبين منهج واضح على الاستقرار على حفظ البلاد وحفظ الدوله راهو الكلام ما فماش ماسل منه والبحث على الحجاج التقليدي ما يخرجش حتى شيء انا في بالي خرجت بنقاشنا الى انه اس المشكل قيمي واخلاقي وقت اللي رجعت واحلت نفسي لسيد رئيس الجمهوريه لاني ما نحبش ندخل في سنيزيال مع مؤسسه الرئاسه قاعد نستلهم مما على الاقل عنده فيه مصداقيه واللي انا مقتنع به والناس كل مقتنع به لكن وقت اللي راهو سيد رئيس الجمهوريه راه نقول له غلط في هذيا راني ما نقذتوش وما تعاركتش معاه وما تصادمتش معاه وهذا حقي باش ننصح سيد رئيس الجمهوريه اما اللي قاعدين يلعبوا على التفوف ويشعلوا في الخاطر باش نذكرك في حمله انتخابيه سابقه قبل قيل ما قيل من الاطراف اليوم تعتبر سيد رئيس الجمهوريه المنقذ والملهم وكانوا يعتبرونه في الحمله الانتخابيه خطرا على الديمقراطيه
ومشروعه انقلابي، وما غير ما نذكر الأسماء، وما غير ما نذكر الندوات اللي حضروا فيها والتي شهدها جميع خاطر لا أذكر أذكر ميسالش خاطر لا ميسالش أنا ما خلقنيش يعرفوا مش أنت أنا يحكي على أحساس أذكر أذكر للرأي العام مش يعرف الرأي العام جاوبني أنا جاوبني أنا أنتم علاش قلبتوا علاش قلبتوا أنا مانيش في نزال معك أنا خليت كلامك أنتم أنتم أنا وجهت لك سؤال انتوما انقلبتوا ولا ما انقلبتوش؟ لم ننقلب على شنو انقلب؟ كنتوا تحكيوا في حكايه وما عاودتوش الحكايه شنو هي الحكايه اللي حكايه الحمله الانتخابيه شنو هي الحكايه؟ اخي مش قلتوا اللوبيينغ والجمعيه ويستغل وكنتوا باش تحطوه في الحبس مع يوسف الشاه احنا باش نحطوه في الحبس بايا باش نحكي له على هذوما الناس باش يحطوه في الحبس خاطر احنا عمرنا ما نحط عمرنا ما نقولوا الكلام تاع الناس اللي حطوه ما عملتوا القانون باش تقصوا اللي قال من الانتخابات القانون شكون عمله؟ اللي قال باش يحطوه في الحبس ما كنت في قلب تونس شكون لا لا ما كانش في قلب تونس يا سيدي كنت شاهد ما كنت شاهد انت ولا جماعه هذوما اش كانوا يقولوا طارق 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 نعرف يا طارق اللي انت ما تحبش الراي العام التونسي يسمع نعرف لا ما راح تحب تشاور تحب تشاور طارق طارق ما عادش عندي وقت في السدي باش نبدل واي فيس فيس وش عليا شكون الحبس شكون يحب يحط شكون في الحبس يعني اللي يتكلم على اللي باش نحط يلزموا مكانه يكون في السجن يوسف الشاهد تحالفوا معاه ودخلوا معاه الحكومه اكثر من هكا دعموا المرشح بتاعه سي فخفاخ خاطر نحب نقول اللي سي فخفاخ هو مرشح تحيا تونس اللي على رئيس حزبه سيد يوسف الشاهد اللي قال عليه سي محمد انه ما كانوا لازم يكون في السجن واللي حملتهم كامله وقعت على انه حكومه الاستقرار اللي عملتها حركه النهضه هي حكومه فاسده وزرتها فاسده ورئيس الحكومه فاسده باسم الطير ولا باسم النهضه انت ناطق جاوبني على النهضه جاوبني على النهضه جاوبني على النهضه اخي النهضه الموقف انت توجه لي في خطاب تو انت توجه لي طبعا انت جبت على الاخلاق خلينا خلينا على الاخلاق النقص بالاخلاق انتوما في حمله حاجه يا طارق وصلتوا انا في سي طارق يا سي سامي خلينا نلقاو حل لهات يا عندك صبر ما خلينا نعطيكم بوز صغيره اترك لي جاوبني على النهضه ما عندك صبر بس خايب نطق سي سامي سي طارق نطلع فاصل نهديو شويه لجي ورجع لا لا صبر به رجعنا في اللايف سامي ميسي شطت تكمل لما فقط خليني نمشي الموضوع مهم من قبيله السنه فينا فاطمه العبدلي من مقر وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في عوده على الوفد نتاع الدكاتره للساده الباحثين الجامعيين البارح قابلوا السيد رئيس الحكومه وكانه بوادر انفراج ازمه الحقيقه طالت طالت برشا وخاصه وانه الصوره الخايبه اليوم وقت اللي نخبه البلاد على غالب خاطر توفى واحد منهم تاثرا بعد تدهور حالته الصحيه بعد دخوله في اضراب جوع تصويره خايبه ياسر وقت اللي نخبه البلاد تقعد معتصمه لاشهر واشهر وتدخل في اضراب جوع ويتوفى منهم دونك هذايا ماذا بينا بوادر الازمه يظهر لي بدات تلقى في طريقها الى الحل فاطمه مرحبا إيمان نحن بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وين يتواصل اعتصام دكاترة الباحثين وللحديث حول آخر المستجدات خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي والقرارات التي أعلن عنها تحضر معي الدكتورة أنيسة الصغير مرحبا أنيسة مرحبا بكم مرحبا بكم السادة المشاهدين عايشك أنيسة لماذا يتواصل الاعتصام اليوم؟ شوف الاعتصام سيتواصل إلى حد أنه النص تكون فيها المطالب نتاعنا الكل تحققت والى حد الان الحقيقه ما فماش مطالبنا التوا تحققت سور لو بلان ريال دونك مازالت مجرد يعني كلام على ورق واللي اعطوهونا لحد اللحظه ماهوش كافي البارح زرنا سيد رئيس الحكومه قدم عدد مقترح يعني هو قال معنا 2400 في التعليم العالي هو غير كافي خاطر احنا بين 3500 و 4000 دكتور عاد معطل عن العمل عندنا زادة من ضمن المقترحات اللي نستناو انها زادة تتحقق هي الاوامر وفعل صفة الدكتور الباحث طلبنا من الحلول اللي على الوزارة بما انه هم اللي مش يستوعبوا العدد الكبير الدكاترة اللي هو زاد غير صحيح لأنه فما شغورات في وزارة التعليم العالي لكن قلنا مثالش نجم يتم انتدابنا في الوزارات الأخرى في مؤسسات العمومية زاد فما حاجة أخرى اللي هي حتى الخواص نجم نخدمه لكن بشرط أنه تكون فما مراقبة دراسة الشروط وتطبيقها معناها تطبيق معناها كبير دونك احنا بالنسبة لنا دخلنا في إضراب جوع نهار 11 جانفي السبب كان أنه ما كانش يعني تعطل الدوسي في حكايه وقتاش باش يتعمل المجلس الوزاري وقتاش باش
والشغورات في بقية الوزارات. الإضراب متاعنا طول 32 يوم، البارح رفعناه جست باش نبنيو شيء فيه على الحكومة فقط. حبينا نبدأ نكملوا بلتو مسار المفاوضات اللي وصلنا له واللي هو مازال ناقص، لكن قلت لك معنى عطينا جست هكا حسن نية فقط باش نشوفوا الحكومة كيفاش تنجم تتعامل مع الملف متاعنا. رئيس الحكومة البارح وعد انه باش يتكفل هو بالأوامر، وعد انه باش يزيد يرفع عنا في الخطط من 2400 يزيد معناها اكثر خطط، وعد زاد كيف كيف باش يتم انجارد في مده زمنيه قريبه، وانه من هنا لاخر فيفري يكون عمل لنا المجلس الوزاري وتوصلنا الحل معه يتم يعني فك هذا الاعتصام ان شاء الله. نوصل اتفاق يرضي الاطراف الكل، احنا مانيش باش نخرجوا من لهنا الا ما يعني حقنا خذيناه. اوكي شكرا لك أنيسة، اذا لك الكلمه ايمان. شكرا. فقط نزيد نذكروا بانه 2400 موطن شغل تكفل بهم او تعهدت بهم الحكومه على اساس وانه الانتدابات تصير على امتداد 3 سنين، على اساسه تم البارح ايقاف اضراب الجوع اللي امتد على اكثر من 32 يوم، لكن كما كنتوا تشوفوا الاعتصام متواصل الى حين عقد المجلس الوزاري الخاص بهذا الملف، ويشوفوا ان وقع تنزيل الاوامر تاع الانتدابات فعلا في على ارض الواقع. سامي فيسع، خلينا ندوروا الكلمه سيسي. ان شاء الله انا فيسع ان شاء الله، برك طارق ما يقاطعنيش يصبر عليا شويه خاطر اليوم ما عندوش صبر بكل فاهم، وانا على كل حال لا تناقضات صارخه ما ينجمش يصبر. هو كان يقول لك مش تناقضات، يقول لك انت الوحيد ربما على المبدا. طارق خويا انا نقول لك حاجه برك طارق فيها موافقه فيها، والشخص الوحيد اللي منسجم مع روحه فيش طبيعي، لانه نحن الوضع هو قال الازمه ما بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهوريه. تحب نرجعوا الازمه وين؟ الازمه انطلقت منذ وضع الدستور تاع 2014، وقت اللي كانت ناس تنظر الى تفخيخ الدستور، وقت اللي كان سي طارق ينظر الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهوريه. هاي الوضعيه اللي لقينا فيها روحنا اليوم، لقينا روحنا في وضعيه لهو برلمان لا رئاسي. علاش؟ لانه خونا رجع بعد خاطر خونا طارق غايب. اولا طارق ولا ما عادش ضد التنمر بالمؤسسات، غريب جدا في هذه متناقض مع روحه، اما فاش منسجم ثنائي خونا طارق. خونا طارق منسجم في نظرته للنظام السياسي، وهو يدافع اليوم على ما نظر اليه 4 و5 سنوات التالي. طبيعي جدا، لانه سبب الازمه اللي احنا فيها اليوم هو النظام الهجين. هذا طبيعي النظام الهجين، وهو ما ينجم يكون كان في اطار الدفاع. وانا نتوقع انه طارق ومن كان في ذلك التصور متقلقين برشا، على خلاف ما يوري الان طارق روحه كانه معناها هي كره ما بين مؤسسه فلانيه. تاني نحزن، تاني يوم نحزن، انا حزين انه ما فماش تواصل بين المؤسسات الثلاثه. انا ارهق بك يا طارق وادعوك، وانت رجل عاقل ومن عقلاء البلاد، وانا واحد من الناس نعرف جيدا الكفاءه بتاعك العاليه، وهذا واقع ماهوش رمي ورود. استغل طلاقه لسانك وبلاغتك ورؤيتك الثاقبه واستشرافك في تقريب وجهات النظر بين المؤسسات، كما نظرت في السابق نظر في الوقت الحالي، وما تخليش الناس تدخل بين المؤسسات. راهو احنا الوضعيه اللي نحن فيها انت من بين المسؤولين في البلاد عليها باعتبارك طبيعي باعتبارك طبيعي. ما انا وقت اللي تطلق فكره ومقاربه راك لازمك تعرف بعد 5 أو 6 سنين وين ماشي. هاي وين مشات؟ احنا مقاربتنا حركه النهضه نظام البرلماني، نظامنا برلماني، واحنا تقدمنا بنظام برلماني وقلنا قانون انتخابي سي طارق يعطي تمثيليه الحقيقيه. كنتم انتم تنظروا في جنيه اخرى، انت ما عادش متبنين الدستور 2014. ما نرجعوش برشا من غير يا طارق كنتوا تعطيه نظام هجين ونظام سياسي هجين، كنت تدافعوا قبلها ساعه على النظام الرئاسي ثم تطور الى نظام هجين، ووصل بكم الحال الى انكم تقولوا لازم المحافظه على القانون الانتخابي في ذلك الوقت. علاش؟ حتى لا يقع تغور طرف على بقيه الاطراف. هاي الوضعيه اللي نحن فيها، ما تنجمش تحاسبني تقول لي شبيك ماكش قاعد تحكم، وعلاش وليت تحكم مع قلب تونس وتحالف مع قلب تونس وقت اللي المنظومه الانتخابيه تبرز هذا التشتت. انا ننزل على ما يمكن يبقى لي شويه من المصداقيه عند الناس، وهذا واجبي.
واجب المصلحه الوطنيه ما يسالش. اخرج انت شويه بالبلاتوات وقول حركه النهضه اخلاقيا كذا وخرجت وتراجعت. لكن انا من اجل أخلاقية. المصلحه الوطنيه انت استفزتك جبتها اخلاقيا يعني تحكي على السياسه مستعد من اجل الاخلاقيه ومستعد من اجل الشعب التونسي اللي مبوسلو يد يد ساق ساق ومستعد باش الناس تقول فيا ما تقول وما نخليش البلاد تهبط للفوضى وما نخليش البلاد تنهار وما نخليش الدولة تنهار. ومن هذا المنبر انا ادعو سيد رئيس الجمهورية اللي هو رئيس كل التوانسة وبو التوانسة والرئيس الذي يجمع سيد رئيس الجمهورية لا تستمع الى تلك الاصوات التي تريد ان تكون درعا في معركة للتموقع السياسي بعد ما فشلوا في حكومة الفخفاخ والتوانسة شافوا الحقائق الآن يحبوا يتموقعوا في إطار المصداقية لعند سيد رئيس الجمهورية ودفعه إلى هذا الخلاف. سيد رئيس الجمهورية هو أرفع من ذلك وأربى بمؤسسة الرئاسة وكل من يشتغل في مؤسسة الرئاسة والناس هذوما نزهاء وصادقين وسيد رئيس الجمهورية على رأسهم إنه يتواصل مع السيد رئيس الحكومة وسيد رئيس الحكومة يتوجه إلى سيد رئيس الجمهورية لأنه في الأخر الأطراف هذه النجم كانت تتناغم والمسيرة اللي قال عليها سي سلاح ربي يحفظنا في صحته لأنه رجل عاقل سي سلاح ومن عقلاء هذا البلد. حب نقول ونطمن المسيرة هذه ليست موجهة ضد أي طرف وليست هي مسيرة لدعم الشرعية في البلاد ودعم البرلمان ضد الدعوات الفوضوية بحل البرلمان وهي دعوة إلى التضامن الوطني والتوافق الوطني هي وسيلة لدعم المؤسسات الثلاث مؤسسة رئاسة الجمهورية ضد الترفيل ومؤسسة البرلمان ضد دعوات حلها بعد تاريخ تونسي 9 أبريل 1933 ببرلمان تونسي نوصل اليوم في دولة الديمقراطية ما صارتش في دولة الاستبداد نطالب بحل البرلمان. أنا أربأ بك يا طارق إنك ترد على الناس هذوما اللي يحبوا يحلوا أهم مؤسسة برلمانية في نظام ديمقراطي. ناس في الشارع بكل تلقائية طلبت سيد رئيس البرلمان هو شارع اليوم سيقيم دولة الحق ودولة القانون ماهوش بالسلاح وبالبلوط بالعمل. سي سلاح اليوم المحزن وأنه هموم التوانسة في واد وهموم النخبة السياسية في واد آخر التوانسة كل ولا تفتي في القانون الدستوري التوانسة كل ولا تفهم في صلاحية رئيس الجمهورية التوانسة كل ولا تفهم في الحق والباطل ولكن اليوم الحق بأنه هموم التوانسة على المستوى الصحي العالم الكل يلقح وإحنا التوى زريقة ما دخلتش للبلاد ليبيا التوافقات اللي صارت الناس الكل قاعدة تاخذ في بايها في إعادة الأعمار في ليبيا وإحنا نتفرجوا. المحزن وانه البلاد الفلاحيه ولات تدخل لها كماين نتاع فلفل وبطاطا وطماطم سامحوني في الكلمه سيد خامجين واحنا بلاد فلاحيه واهميه الامن القومي. اليوم مستثمرين صناعيين قاعدين يعانيوا ومخنوقين، اليوم البنوك اللي قالت باش ننفس على الناس وقت الكوفيد واذنت بذلك الحكومه، اليوم الحكومات تتنصل والبنوك تنزل على التوانسه ومعناها قاعده تعطيهم في فائض اليوم ملزمين بانهم يخلصوه، اليوم التوانسه ولادهم يقراوا اللي عنده ولده قراه بالفلوس، منع ولده منع السنه الدراسيه واللي ما عندوش ولده يقرا نهار في الجمعة. التوانسة اليوم اللي يحب يمشي للصحة يلقى أعوان وإطارات مع معناه احترامنا لحق الإضراب ولكن بعد ما يأخذ بعد 6 شهور رونديفو في الهدي رئيس أمراض العيون ولا باش يعمل ديسيونس دي شيميوثيرابي في عزيزة صالح عزيز يقول له يلقاهم يقولوا احنا مضربين أرجع العام الجاي. هذه المشكلة الحقيقية بتاع التوانسة من معركة تاع افتكاك صلاحيات فكيت لي صلاحياتي وفكيت لك هذه هي العركه اليوم زي سلاح الدين جورج. شوف اولا انا معك تماما ولكن اللي حبيت نقوله سي طارق انا صحيح رئيس الجمهوريه نتاعنا هو الرئيس الوحيد اللي يصلي الجمعه في حي شعبي مثلا وصحيح رئيس الجمهوريه يهبط للشارع ويلم ويتحدث مع الناس لكن رئيس الجمهوريه عنده مهام اخرى. عندما نذكر بهذه المهام وهي مهام حيويه واساسيه بالنسبة لتونس وبالنسبة للتوانسة مش معناها نقلوا من الأدوار الأخرى ومن العمل اللي عنده بعد علاقة بالصورة وعلاقة بتحسين التعاون والترابط بين رئيس الجمهورية وشعبه. الحاجة الثانية اللي أنا مأيدك فيها جزء كبير من الخلاف هو قائم ما بين رئيس الجمهورية وما بين راشد غنوشي
وهذه جزء من المعركة الخفية. وهذا قلت معنا السيد راشد الغنوشي كي مشيتوا آخر مرة. إذن ثم مشكل ويزموا هالمشكلة ذي يتحل عن طريق معناها الحوار وعن طريق البحث عن الوسائل الناجعة باش نخرجوا من المأزق هذا. بقى كي تقول لي الحل هو في رحيل معناها السي المشيشي فهمتش علاش؟ والله انا نعلم لا هو بابا ولا هو جدي ولا هو صديقي مره برك قابلت انا وياه، اما التو مانيش فاهم علاش الان المطلوب هو رحيل المشيشي. ما فهمتش ثم مصلحه للبلاد باش تحصل كيفاش؟ هو عمل ارتكب معناها جريمه كبيره فهمت كذا تقتضي المطالبه باقصائه. ثم 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 وضع الان راهو تعبان، رانا باش تعودنا على حاله الفوضى وعدم الاستقرار، تغيير الحكومات بشكل معناها متتالي ولاي سبب من الاسباب راهو ما يفيدش، بل بالعكس يزيد يعمق معناها الازمه. وذاك علاش مانيش فاهم علاش هالاصرار، وعلاش الان ثم محاوله معناها باش يولي المشيشي هو هتلر، هو شخص معناها ارتكب جرائم رهيبه. ما فهمتش علاش. تقولي ثم اعتبارات سياسيه نحبوا معناها نحيوه لانه نحبوا ندخلوا في انتخابات جديده، لعل في الانتخابات الجديده تغير موازين القوى نكسبوا اكثر، ممكن ان تفهموا. اما انه التركيز على المشيشي ظهر لي انه فيه جانب من الشحنه السياسيه والحسابات الضيقه. ثم تقول لي رئيس الجمهوريه اعطى رايه، ايش معنى رايه هو النهائي؟ معناها انا ننصح رئيس الجمهوريه، يعني انا معناها ما قابلتوش بعد من خلال الرئاسه، ننصحه يعيط للمشيشي ويفضل حكايه الاسماء، يفضل حكايه الاسماء وقلب تونس، والمشيشي بنفسه مستعد باش يعمل مراجعات، ورغم اللي هذاك يمس من مصالحيات رئيس الحكومه. لكن الان مش نحكيو على مشكله مش دستوريه، مشكله سياسيه بدرجه اساسيه. حتى جماعه الفقهاء معناها القانون الدستوري وقت جابوه في الاخر قالوا لهم ولكن يا سي سلاح تو كما قالك ترك حليوي ما نغطيوش عين الشمس بالغربيه اللي احنا نقولوا في العاميه، لانه الاشكال اليوم ما عادش في الاربعه وزراء. السيد رئيس الجمهوريه يعتبر وانه تم خرق الفصل 92 من الدستور، وحتى هذا التحوير من ناحيه الشكل ما عملش مجلس وزاري السابق وعد التحوير على المجلس، ما كاروش يمشي للبرلمان لانه النظام الداخلي للبرلمان ولو عندنا تقليد فيه ولكن ما كاروش يمشي. دونك اليوم حتى الحكايه نتاع الاربعه، وهنا ربما نفهم موقف الرئاسه لماذا ما قامتش باجابه السيد هشام مشيشي وما مددتوش بالاسماء اللي عنده عليهم احتراز السيد رئيس. شوف يعني اولا معناها رئيس الجمهوريه ما هوش طالب الان، على الاقل المعلن ما هوش طالب معناها اسقاط التسعه ولا قداش يعني التعديل وذلك كل. فما حكايه على اربعه. واخوه معناها سي نوفل قال راهو رئيس الجمهوريه معناه ماهوش معترض على التعديل ومش معترض على الأغلبية، هو ثم بعض وزراء يعرفهم رئيس الحكومة يغيرهم. إذن معناها ثم إمكانية متاع التوصل إلى حل. ما فهمتش أنا الأطراف والأصوات اللي قاعدة تقول تدفع في الجمهورية إلى أن يذهب إلى الأقصى. ثم يجب أن نسمع مليح شوية ايش قاعدين يقولوا جماعة النهضة والأحزاب الأخرى. يقول لك معناها باش نغيروا النظام السياسي ككل، مش غير طبيعة النظام السياسي، مش ننتقل من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، هذه ماذا بها تتوضح الصورة. على خاطر إذا باش يولي رئيس الجمهورية هو الذي يحدد ويولي شرط أساسي لقبول أي تعديل وأي قسم، معناها في نهاية الأمر يصبح هو المتحكم في العملية الحكومية وفي العملية السياسية وفي السلطة التنفيذية. دونك احنا رانا دخلنا في ثنية نعتبرها خطيرة وغالطة، وهل إصرار على البقاء مهما كانت و تمسك بشروطي من اجل الاطاحه بالاخرين، انا في تقديري هذا اسلوب معناها سيزيد في توتير الاوضاع وسيعمق الازمه وسيتطور. ولكن سي سلاح يقول لك اليوم الازمه ولات ازمه ثقه، وهذا اللي قاله قبيله ترك حليوي. دونك الازمه ازمه ثقه، شنو هي الضمانات لو كان اليوم تتحل الازمه التحوير الوزاري ونتجاوزوها؟ غدوه يقول لك شي مثلا السيد رئيس الجمهوريه عنده احتراز على بعض الولايات ما عاد لهمش يأدوا اليمين وفاسدي، بمعنى وانه اليوم ماذا بينا نشوف في حل جذري. هي الازمه طالت معناها شهر، يما نلقاو حل معناها على قاعده يضمن مستقبلا كما قال طارق كحلاوي السير العادي بين مختلف دواليب الدوله، والا خلينا معناها من تو نشوفوا الحل الجذري. شوف انا معك تماما ومع اللي تغيير اربع وزراء مش باش تنهي الازمه العميقه ما بين رئيس الجمهوريه
ورئيس الحكومة، لكن على الأقل تعطي فرصة باش العمل الحكومي يساند، ثم مصالح حيوية يلزم الحفاظ عليها ويلزم دفعها. الحاجة الثانية تقول لك الحل الجذري، الحل الجذري أنه بعد ما توفى القصة هذه متاع القسم وما القسم، يا أخي يعملون هذه المحكمة الدستورية أو قالوا باش نرجع عليها بعد لعضو لجنة الأزمة، لأنه المحكمة الدستورية للأسف معناها جميع الأطراف الناس كلها تعرف قيمتها. أيوة أي. جميع الأطراف كانت تستهين بها سنوات، والناس تقول يا ودي ثم محكمة دستورية زي ما تتعمل، وكل واحد عنده حسابات، من الباجي قايد السبسي إلى راشد الغنوشي، لكل الأطراف كانت معناها حكاية المحكمة الدستورية تحب تلعب بها كورقة سياسية. الآن بين لنا أنه تأجيل قضية المحكمة الدستورية خطأ كبير. الحاجة الثانية أخويا غيرون القانون الانتخابي، يلزم القانون الانتخابي يتغير باش يتغير المشهد، مشهد هذا تعيس، مشهد هذا لم يعد قابل على أن يستمر ويبقى، إذا باش نغيروه المشهد هذا. وبعد ذلك سنشوف إذا كان استمرت الأزمة على مستوى السلطة التنفيذية، عندها سنلجأ إلى حل البرلمان والانتخابات السابقة لأوانها. ترك حليم نجموش يقسم اثنين، احنا نقوله بالعامية بمعنى وأنه قلوا شكون هما الفاسدين ينحيهم ويعيط على الأقل في مرحلة أولى، علاش رئاسة الجمهورية مثلا ما تظهرش الحسن النوايا نتاعها وتقول لك انا تنعيط اللي ما عنديش عليهم احتراس، كما قالت وكتب تدوين الاستاذ نافل سعيد شقيق السيد الرئيس، يقول لك راه السيد الرئيس مستحيل يحط في العصاف العجله، ولا حتى رئيس الجمهورية قال يقول الدولة معطلة، انا مانيش معطل الدولة، فليبرهن على ذلك السيد الرئيس ويعيط للناس اللي ما عندوش عليهم احتراس لأداء اليمين الدستورية قدام. طيب انا عشان في الوقت هذي خرج الموضوع اللي تحكي فيه الكل انت تو انا سي سلاح نحترمه جدا جدا جدا، كي عندك رأسي السلطة التنفيذية واحد منهم ماش مستعد يخدم مع الآخر من الآخر، سي سلاح معناتها يعني شنو معناتها حسبني أنا مش موجود هنقول لك فيه هذا الوضع القائم قدامك شنو مش نعمله يعني تقول لي والله ليه مش هتلر هو راب ساعات نتمنيه يكون هكا باش يجي حاجة معناها قوية كيف قلت قبيلك السي العيشي في الكواليس وكما كنت نعلق على الناس اللي عاملة ضرب جوع اللي يدق عليه الباب يصح معاه اختول الكامور البارح شنو وصلت وضعية خايبة برشا مشين وإمكانية صدام مع الجيش علاش خاطر السلم الشيشي صحح وما نفذش عنده ثلاثة شهور التالي صح لهم قبل نعمل لكم ونعمل لكم وما نفذش بالعكس هو غير قادر ما يعمل حتى شيء هو يبيعه في الوهم لسبب واحد باش يقعد في القصبة أكاو عندي سؤال بسيط مثال سمعني فضل. عمري ما نقص عليه معناها أنت تصور المشيشي قال وقته الفضاء باش يبدا يخدمه أنا والله انت قاعد تشوف الراجل يا سلاح لا لا نجاوبوا عليها لا نجاوبوا نجاوبوا لا لحظة لحظة كيف اخدعش على شحن وزر وزر حطوا هم عادة بشوية عادة حطوا هم وفرضوا هم خنجاوب في سلاح نحيهم بش يخدم خنجاوب مهم جدا سويلك سلاح وقت ايش صح الكامور سلاح قصة الكمون لا لا مهمة قصة الكمون يا سلاح موروثة انت عندك نوفمبر عندك مشكله تحويل حكومي عندك وزراء ما يخدموش عندك عطاله عندك ما فما حد شيء عندك دوسيات ولا وعطيهم ديدلاين مش انا عطيتهم سلاح هو عطيهم ديدلاين هو قال لهم اخر ديسمبر ينتهي كل شيء شوف يا طارق كل شيء تريك شوف كنكمل. احنا كنكمل. قلنا وانه تمشي الحكومه وقتها كان غلط وقتها خرج انا تعرف التقييم اللي قدمه توسي العيش اكسترا اوردينير اش قال لنا السيد وزير نمشي معاك بيه وعليه وفيش السيدة وزير الفلاح السيد بها وعليها فاشلة لا مونيتر حتى وكان هو في صفاقس يعملوا نحسبوها لا مونيتر اسمها بتاع المجمع الكيميائي تابع وزارة الفلاحة يا سيدي هي مسؤولة عليها ما يجيش الفوسفات من قفصة من قفصة لا ما مش مع الكيميائي قفصة ما عنديش علاقة هي مسؤولة انا معاك فاشلة وفلان فاشل 11 وزير يا سيدي فاشل ايه يا اخي 11 وزير في العريش قديه قديش هذوما قديش من واحد هذوما هذوما بريسك اشترى الحكومة إعادة حجم الاثنين اما السيد هشام المشيشي صباب ماء على اليدين وما عنده حتى اهميه وما عنده حتى شخصيه و ما قلتش اما ان شاء الله ما يطلعش معناها الصانع واللي الحاجات الكلام هذاك الخايب الكل خاطر 11 وزير يتعداه وفاشل وهو ما اختارهمش وفي بالوش معضله كبيره برشا هذه نحكي ولا نسكت بشويه عاد خنكمل وإذا كان وافق عليهم وقال لهم الرئيس خلينا نكمل عادي ما قيد عاد قيد هني جاي شدوا الرئيس وقال له أيا شد عندك شد ستيل ورقة وشد وزير الفلاحة فلان الفلان وزير الداخلية فلان إذا كان الحكاية هكا ويبدو هي هكا فإنه لا هي هكا مش يبدو فإنه أسمعني سامحني
اخي هذايا توا رئيس حكومه مش فاشل قبل ما يبدا سي العايش ما خيار رئيس الجمهوريه مالا فلا الرئيس اختار في الفشل باهي سيدي هو اختار في الفشل والله شويه عاد غريب يا علاش متحمل هالمسؤوليه ما ينسحب انا نعرف فما ناس حب يقترحهم رئيس الجمهوريه وقال لهم وعيط لهم وقال لهم نفس الكلام هذا قالوا له لا كانوا رجال دوله بالحق مش ما نقولش كلمه اخرى كانوا رجال دوله بالحق مش واحد مكبش في الكرسي في جميع الاحوال وناس تخدم بيه انت تقول مكبش لا انت تقول مكبش ولا قال لك انا كانوا كارتا كيف ما خدموا بالشاهد قبل باش يعملوا معارك نتاع الموقع بالحق اي طارق انا سالت سوا سيدي معناها معلش استنى عاد معناها لا نقطه بنقطه معناها اليوم فما شكون باش يحلل كلامك ويقول لك لو كان هشام المشيشي رضاه باش يكون بين ظفرين مريونات في دين السيد الرئيس رانا ما وصلناش اللي وصلنا له بالطبيعه هو حط روحه في الوضعية ذيك شري تستحق تستحق علم اللي دني هو اللي حط روحه في الوضعية ذيك انتم توا تلوموا في المشيشي كيفاش ما كانش ماريونيت علاش خرج من سوع السيد الرئيس كان ينسحب من الاول ما هو واقف الروح وما يحبش ينصاع لرجل وما يحبش يكون وزير اول ما هو ما متقلق ومتزوغ بيكون وزير اول يحب يكون كامل الصلاحيات يعاد من الاول ينسحب ملا مل عليه الليستا لا مش ملا نتاع الاسامي نورمالمون ما يقبلش ويروح لدارو كان جاب الحق رجل دار ملا بحث قيس سعيد باش انه نكمل عاد مل عليه الليستا ويا هكا انتم قلت انا قلت يا اخي انا قلت الاحتمال نتاع الاحتمال نتاع اذا كان الاحتمال هو هدايا اذا كان احتمال هو هدايا اخويا وقتها يتحمل مسؤوليته خلينا نجاوب عليك هاي نقطه خلينا نعطي سي العايش توا انا سالته خاطر دخل لنا دخله قويه نتاع الاخلاق سي سامي عمل لنا الطرح نتاع اخلاق باش نبكي شنو معناتها تاثرت الى حد لطف عليك توا كنت ولا نقرا في ستاتيو نتاع زميلك في المكتب التنفيذي السيد رفيق مش باش نجبد سي راجل الغنوشي حطوه سي راجل الغنوشي سي رفيق عبد السلام زميلك ليس من الاخلاق هكا كلمة الأخلاق هي اللي تضرب لهنا راهو تضرب في العميق ليس من الأخلاق نحن هذا في 19 أكتوبر بالضبط معناتها باش نكون دقيق ليس من الأخلاق قال لنا السي رفيق عبد السلام اللي توا أكثر صوت طالع ضد قيس سعيد أونتر بارونتيز في إطار موضوع تشعيل النار معناتها السيد رفيق عبد السلام اللي هو ماهوش واحد محلل سياسي ماهوش مدون وعضو المكتب التنفيذي وأكثر قريب جدا من السيد راجل الغنوشي ما فهمش نهار ما يكتبش حويجه في علاقه بالرئيس يزيد يحط لنا شويه في حم وشعل النار وكذا فهمش نهار ايش يقول في 19 اكتوبر كنا وما زلنا منذ عهدنا بعدم التحالف مع قلب تونس للاسباب التي الكثيره التي ذكرناها سابقا ولو كلفنا ذلك الذهاب الى المعارضه نحن لا نرى الحكم غنيمه وامتيازا بل هو اعباء ومسؤوليات وهو الى جانب ذلك التزام اخلاقي وسياسي هذا وقتاش 15 شكون يقول لك السياسه براغماتيه يا طارق عاد وقت انا معاك مشكله وقتها سي سامي اذا كان اسمع اذا كان سي سامي موافقك السياسه براغماتيه ومش اخلاق لا فيها اخلاق شو يا اخي براغماتيزم اسمع البراغماتيزم اللي لحظه بشويه لحظه تو انا شفتوا اللي تعدى فات الكل اللي قالوا سي سامي خارج الموضوع لو رياليزم بوليتيك كان خير من العام سامي عاد سي نورمال شويه سامي كيسكو براغماتيزم كيسكو فوزيت اون تري براغماتيزم كي يولي ما تعمليش ضربات بالفرنسي لا بيان سور لازم الفرنسي باش نفهمك لازم العربي والانجلي والعربي والشروى شوف نجم نفهمك نجم نفهمك بالعربي خاصة اصدقائنا المشاهدين شوف غزالي كيفاش راهو البراغماتية كي تولي متعارضة في الجوهر مع الأخلاق ما عادش تولي براغماتي تعرف شو تولي ماكيافيلي كتب كتاب رائع جدا لا أعرف الناس كل تسمع به ربما سمعت بالعنوان أما اقراه الأمير اقراه مش هيك في العنوان تعرف. إيه أنت شي يقول فيه شي يقول لك شي يقول لك تعرف شي يقول لك عندي مراجع أخرى نخرب فيه في الطلبة بتاعي تعرف كي نقرا لهم نص أنا مراجع أخرى يترابوا يقول لك هكا السياسة قول لهم نعم جزء من السياسة هكاك جزء من السياسة كيف ما قال ماكيافيلي كيف الغاية من الاخر برانس شنو هو الغاية تبرر الوسيلة لا مسؤولية لا أخلاق لا حتى شيء ما عادش تبدونا على الأخلاق في سامي حاجة ثانية جبت قال توا نحن المشكلة اللي نحن جايين فيها سي نحطوا طارق قال سبب طارق كحليم يعني هو يقصد الناس اللي دافعت في وقت على نظام مختلط في وقت في الترويكا مؤتمر اخي توا ماهوش ريبه اخي لا اخي انتوما كي الدستور هذايا بريتوا منه
دستور نحب نعرف موقف واضح. تو نجاوبك. دستور 2014 متبرين منه ولا ليه؟ تو نجاوب. كان متبرين منه قولوا للشعب التونسي. لا تو نجاوب. رانا نحن راضي مش بتاعنا. راهو فرضوا علينا حرية الضمير، فرضوا علينا الحاجات اللي ما تحطتش في النسخة الأولى نتاع الدستور وتحطت في النسخة اللي تحملت في 2014 شوية عاد. ماك رجعت للتوارخ. ندخل الحرية في النظام السياسي. عاد بشوية. ندخل الحرية الفردية في النظام السياسي. الحوار اللي جرى في جوان في قرطاج اللي استضافوا رئيس الجمهورية أنذاك الدكتور المرزوقي وجابوا القصر نسخة هذيك وقتها كانت صغيرة ما فيهاش فيها مسألة النظام وفيها مسألة أيضا تجريم التكفير ومجموعة من الأشياء وقتها كانت مرفوضة جست من حركة أنا أعتز بالدستور متاع جانفي 2014 بالرغم اللي ما فيهش برشا حاجات اللي كنت نتمنى فيه لكن هذاك محصول ذكاء الشعب التونسي اذا كان باش تبريهم من الاخلاق مش مشكل هذيك امور اما باش تبريهم من الدستور اللي هو قاعده اللعبه بتاع توا وتوا واللي تحبوا ترجعوه برلمان مازال يجاوب عملونا فقط سيد محكمة النايب. دستورية سيد النايب. يا حزب أول عندكم مسؤولية باش تعديونا محكمة دستورية اليوم يظهر لي ناس الكل وعات بضرورة أهمية المحكمة الدستورية وأنتم عضو لجنة الأزمة في البرلمان شو معناها طلب التسريع النظر في وضع القانون مش نقحوا ما عادش طالبين أغلبية المعزلة 145 والله شوف أخزر معناها اليوم بعثونا استدعاء يوم أمس أنه يوم الاثنين إن شاء الله عن اجتماع الساعة 10 صباحا في إطار يعني خلية الأزمة باش ننظروا يعني خاطر نعرفوا ناس كل توا اللي البرلمان يشتغل بقوانين عن بعد نشتغلوا عن بعد ووضع خاص وكل فمش ننظروا كيفاش مش نحاولوا نسبقوا خاطر في العمل عن بعد استثنينا القوانين كيما المحكمة الدستورية ولا التحوير الوزاري ولا غيره مش ننظروا كيفاش نلقاو حل اللي باش نحاولوا نعرضوا القانون هذايا المشروع القانون هذا باش نغيروا ربما التصويت مش يكون ب 131 صوت او حاجه كيما هكا انا شوف انا بعد الحوار هذا الحقيقه استخلصت برشا حاجات شوفوا الصراع هذا والجدل كله تقريب سي طارق والخيان الكل يعني اقروا بفشل المنظومه السياسيه اللي جات في هالعشر سنين هذوم اليوم احنا اليوم معنا قداش من رئيس حكومه قداش من رئيس جمهوريه وكل مره فما خلاف كبير ما بين رئيس الجمهوريه وما بين السيد رئيس الحكومه والمتضرر كما قلت بكري هو الشعب التونسي تونس هي المتضرره ومناش قاعدين نقدموا فاليوم من غير مكابره من غير حتى شيء ماذا بينا تقع مراجعه هالقانون المنظومه السياسيه هذه ونمشيوا يا اما نظام رئاسي يا اما نظام برلماني اما ذا يلزم نتحاوروا فيه نستفتيوا فيه الشعب النظام الانتخابي اليوم شفناه جاب مشهد برلماني مشتت والحقيقه ماهيش هذه السياسه الحقيقيه انا كان هذه السياسه الحقيقيه راني فاهم بالغلط انا السياسه الحقيقيه اليوم احنا اذا كان مش نستقواو بالشارع راهو نعرفوا شو معناه مش نستقواو بالشارع راهي مش تولي حرب اهليه نقراوا شويه تاريخ يعني التجارب اللي صارت فيها كما هكا استقواء بالشارع راهي مصير حرب اهليه وهذا خطر وهذا خطير واي واحد يدعو للاستقواء بالشارع يجب يتحمل مسؤوليته هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه زاد نحب ناكد عليها راهو احنا مانيش قاعدين نسمعوا في الشارع واليوم استطلاع الاراء الاخير 80% متشائمين 87% متشائمين 89% متشائمين هذا 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 الحقيقه اللي لازم نسمعوه كذلك 3% فقط عدم ثقه في السياسيين الطبقه السياسيه اليوم انا نقول وصلنا لنهايه مرحله لابد من خلق جيل سياسي جديد اللي يفهم العمليه السياسيه ويجدد في العمليه السياسيه اليوم وين الشباب نتاعنا وين الشباب نتاعنا اليوم جوز مو السيد الرئيس يحكي على زقفونا ويحكي على شو اسمه الاخر الاخشيدي ونحن في عصر النانو تكنولوجي وفي عصر معناها الديجيتال في عصر النوميريزاسيون راهو فما ديفازاج كبير اسمعوا الشباب شوفوا الشباب زاد يتحمل مسؤوليه لانه هو وخر الى الصفوف الخلفيه وما خذاش وما قدمش وما افتكش الساحه السياسيه انا من المنبر هذا ادعو الشباب باش يقدموا ما يسلموش هذه بلادهم هذه بلادهم ما يسلموش في بلادهم وراهو عندهم القدره وطبعا الناس اللي عندها خبره اليوم وتحب تنفع البلاد هذه ياطروا الشباب هذايا ما يحاولوش باش ياخذوا المقاعد ما يحاولوش باش يكونوا هما في صداره المشهد اليوم راهو أولوية التوانسة ديما حسب استطلاع الرأي هي الصحة كل شيء تعليم الصحة هو الأمن تعرف شنو الأمن رو ما عندناش نحكيه على إرهاب وواحد ولينا نحكيه على الأمن واحد كي يخرج ما يسولوش براكاج يروح في العشرة بتعليل من الخدمة
يروح آمن لداره. هذوم المشاكل الحقيقية نتاع التوانسة. الصراعات السياسية ذي راهو بقينا نخدموا فيها ونعاودوا ونعاودوا على السيد رئيس الجمهورية اللي أنا صوت له في الدور الثاني وأكن له كل الاحترام ورجل نظيف وهذا ما في ذلك حد شك. يا سيد رئيس الجمهورية الفضل منك أنت. أنت تقدم مبادرة عايز السيد رئيس الحكومة تحاور معاه خلينا نتجاوزوا الأزمة. راهو والله بلادنا ما تستحقش. وراهو السيد رئيس الجمهورية والله ستخرج مش تخرج كبير أكبر من اللي كنت. ونزيدوا نتمسكوا بيك اليوم وغدوة وبعد غدوة. لأنه اليوم حقيقة الوضع متاعنا راهو والله اليوم جاني واحد المكتب متاعي شخص شنو مشكلته؟ مشكلته رجل أعمال كان يعيش في فرنسا جاب مشروع لتونس يحب يجيبك لي تيست رابيد اللي هما فاليدي في فرنسا ويستعملوا فيهم وفاليدي حتى من الحكومة السويسرية يحب يجيب يصنعهم في تونس ومن هنا يبيعهم في تونس وكذلك يصدرهم على السوق الإفريقية والسوق العربية. يبعته وعنده أشهر يجري مخداش ترخيص. نحن في وضع استثنائي ونعالجه في الأمور وكأنه الوضع عادي جدا. هذوم المشاكل الحقيقية متاع التوانس. هذوم اللي يخلقوا يخلقوا مواطن شغل. اليوم راو ياسي طارق الخطاب متاعكم راو هام أنت وسي سامي ومعناه وسيادنا سي سلاح خطابكم هام وهام جدا وراو العباد تسمع فيكم وراو يلزمنا نحاول نطيحوا التونسيون ونغلبوا العقلانية. راو اليوم بلادنا والله ما عندناش حتى حل آخر. هذه بلادنا الناس كل خلينا نمدوا يدينا لدينا بعضنا لأننا مش مختلفين. راو ما فماش اختلافات جوهرية. اليوم المشاكل متاعنا هي بيدا هي بيدا. أنا مثلا ما نعطيك مثال كما قلت بكري في المنصورة قري في أولادي في المدرسة العمومية وعندي من الإمكانيات الحمد لله الناس مقررين في أمريكا لكن حبيتهم يقفوا في المدرسة العمومية المعنى كما قريت أنا لكن انا توا معناها كش... ما... لا استسلمت والعام الجاي مش قرين في المدرسه الخاصه ولا فهمني. هذا مثال معناها عايشين كل يوم شيء اي ما عادش عندنا وقت سين هو بعيد على السجال لانه باش نقعدوا نسجلوا برشا اذا عطيونا الحل والسيد والسيد رئيس الحكومه اليوم اصبح قال المستقيم يقول لي طارق معناها انتم رافضين الدستور معناها وحريات الفرديه اذا ما عادش نفرقوا ونميزوا بين خلاف في نظام سياسي وعلى الموضوع بتاع الحريات الفردية ما حرية الضمير ما عادش نجمو نتكلم. واضح انه فما اشكالية خلينا نتجاوز حلول واضحة قالتها المحكمة الإدارية. قرار المحكمة الإدارية قرار مخيط بالسفوت طبيعي لأنه الاستشارة كانت حول موضوع جاوبت كانت ذكية المحكمة الإدارية قلت أنا غير مختص وهو كان متوقع اللي من يعرف القانون ويعرف المحكمة الإدارية كيفاش فاكر يعرف كيفاش باش ترد ونتصور انه هذا هو المغزى. وزادت حويج جهة الاختصاص زادت حويجها كانت ما تزيدش احنا نسميوها رجال القانون سميها انه المحكمة تزيدت في ردها معناها نطقت بما لم يطلب منها لانها عندها حاجة تحب تقول. جهة شخالد فما برشا طوى اللي قاعدين يتكلموا على سلطة التأويل بتاع مؤسسة الرئاسة ناه ذوما الحالة الانحراف الناس قاعدة تنفخ في بعض الأمور في عوض الرهائن نقولوا لا يا ودي راه ما يجيش أوكي تنقدوا راه مش معناه يكتين فيه راه خاطر طارق قاعد يقول رفيق ينقد فيه راه النقد شيء والتنمر على مؤسسات الثلاث وضرب رمزيتها شيء آخر. أرجع القرار المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية قالت إنه راه ما فماش سلطة لتأويل الدستور إلا المحكمة الدستورية وراو حتى وعملت هكا كلندوي على ما يتعلق بما يتعلق النظام الداخلي. قالت ما فما حتى حد ينجم يقول النظام الداخلي هذا دستوري ولا غير دستوري. طرح الموضوع راهو يقود المحكمة الإدارية حد ما ينجم يحسم فيها ولن يدعو جميع الأطراف. هاو كيفاش راه حل الأزمة إنها الآن تسارع إلى إرساء المحكمة الدستورية واللي تكلم سيد النائب سيد رئيس لجنة الصحة تكلم إنه فما نهار اثنين لجنة أزمة هذا هو المطلوب مش نجموا نحلوا الإشكال ونهبطوا بالقانون القانون الأساسي المنظم النصاب 145 109 حتى نشوفوا وقتها شكون معطل المحكمة الدستورية وشكون ما يحبش الأزمة تتعدى وتنفهموا الوضعيات اللي موجودة خاطر ضربة ضربتين. حركة النهضة ماكم انتوما عندكم حركة النهضة في كل المحطات المحكمة الدستورية تصوت راهي حركة النهضة ما عندهاش 145 إجا نشوفوا في كل تصويت حركة النهضة قداش تصوت وبقية الأطراف شنو تصوت معاه. الآن نحب نختم موضوع النظام الداخلي. أخوة النواب
اللي على الاقل سيد رئيس الجمهوريه ما كانش موجود عادي باش يعطي رايه. اما الاخوه اللي التحقوا بالمقاربه هذه نحب نذكرهم اللي راهم ما طعنوش في عدم دستوريه النظام الداخلي وتعديت الاجيال واكثر منها كاي سمي سامحني اكثر منها كاي اختي ايمان هما من طالبوا بانه التحوير يمر عبر البرلمان. واضحه سي سلاح انا باختصار وبكلمتين انا نتمنى انه رئيس الجمهوريه يستمع من جديد الى الاتحاد العام لتونس الشغل والمقترح اللي مقدمه سي طبوبي مقترح معقول وينجم معناها ينقذ الوضعيه حاليا. وقلنا هذه منظمه شغيله وعندها موازنه وكذا هو قال انسحاب الوزراء المعنيين ويسهلوا على الناس الكل ويسهلوا على العمليه ويقع الانتقال مباشره الى رئيس الجمهوريه يستدعي الوزراء الاخرين على الاقل اللي ما عندوش عليهم اشكال احتراز ياخذ عليهم القسم وخلي الحكومه تخدم وخلي البلاد تقدم شويه قدام. التحميش والجو المتوتر هذايا لن يفيدنا اطلاقا. ستار انا مره اخرى اقول لك فما كان زوج حلول يتحمل الحزام البرلماني مسؤوليه الحكومه فيسحبوا منه الثقه ويعملوا حكومتهم وتولي بشكل واضح وقتها بالانقسام اللي موجود فعليا خليه يبدا واضح والا تصير تفاهمات سياسيه حوار حقيقي بين الاطراف اللي ماسكه فعلا بمفاصل الدوله ونقدموا بالحق القدام على اساس صحيح وجدي. بالنسبه لموضوع المحكمه الدستوريه راهو المحكمه الدستوريه اذا كان باش يمشي وفي التوجه نتاع جوست هي اليه في اطار موازين القوى كيفها كيف الشارع كيفها كيف كذا لانه مش فقط هي مضمونها يولي ما عنده حتى معنى تولي مساله مغالبه المحكمه الدستوريه فاش تكون مؤسسه مؤسسه الدوله عنده 4 سنين فانه بشويه عاد نكمل عاد لحظه بشويه خلي خلي ما عادش عندي وقت سامي والا نشوف بالحق في مقاربه جديه خاطر اسمع كان باش نشوف حكايه المغالبه المنطقه خاطر وقت تذكروها ويلزمنا ونسرى وخليت ازمه لا لا يعملوها الانتخابي يعملوها عملوها هنا معاكم برا عملوها ما تعرفش نقول لكم اذا كان باش نمشيو بمنطق بشويه لحظه كان باش نمشيو بمنطق المغالبه هي فيها 12 يا صاحبي الرئيس عنده 4 والله البرلمان البرلمان فيه 4 المجلس الاعلى للقضاء فيه 4 رئيس الجمهوريه فيه 4 الخص الازمه يعني انت عندك شيء لحظه تقدم يرفع لك سلاح المغالبه انا قاعد نعطي فيك في حل مش انت قالك تدخل في الحيط واضح برا ادخل في حيط نحي انا ادخل لك ها والحل الوحيد تحب تدخل في حيط تفضل نحي فرضيه مش ادخل في حيط المشيشي قالك لن استقي اي هو لن يستقيل لكن تعرف شو ينجم يصير ينجم يقال شكون يقيله فضلوا انتوما رجلوا اموركم لا لا برو عبدو حطوه لا لا ما هو ما حطوه لكم خطوط في شكاله رئيس جمهوريه لا وما عادش تحبوا عليه لا وما عادش تحبوا علاقته اخويا وانتوما حبيتوه وتبنيتوه بعد ما حاولتوا له وجهته برا مشيو وتحملوا مسؤوليته بناه رسميا وتحملوا مسؤوليته اكتبوا في المضمون راهو نتاعنا خليولي كلمة 13 فيفري 2021 حنا بعل عيد ميلادها 16 إن شاء الله كل عام وحنا بعل حيا بألف خير إن شاء الله كل عام وكل الأسرة الموسعة لقناة حنا بعل وخاصة أنتم رسمين سادة المشاهدين كل عام وانتم حيين ألف خير سبحان الله خير نسكر.